مرحب بحضراتكم بحلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح يوم جديد نتمنى أنه يحمل الخير لحضراتكم جميعا، ونتمنى كمان أنه يحمل الطمأنينة لأهالينا في أهل غزة ويحمل الخير ليهم في قطاع غزة. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا كلنا متابعين، لسه الأحداث بتتصاعد بشكل غير مسبوق في قطاع غزة. الاحتلال بيمارس أبشع أنواع الانتهاكات. كل اللي حصل في غزة الأيام اللي فاتت خلال 20 يوم اللي فاتوا كوم، واللي حصل امبارح ده كان كوم تاني خالص. امبارح كانت أعنف مجزرة وحشية وغير مسبوقة نفذتها قوات الاحتلال ضد القطاع، قصف بالطيران، قصف بالمدفعية على البيوت والمنازل، بداية اجتياح بري موسع. وسط أنباء طبعا بدأنا نسمعها النهاردة أنه هذا الاجتياح فشل. طبعا بالأمس تم قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن المدينة عشان يكون في عزلة تامة، في معزل تام عن العالم. العزل ده بكل تأكيد هيكون ليه مقاصد إجرامية هينفذها طبعا وهتنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة. بكل تأكيد مجزرة وإبادة جماعية ممنهجة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إبادة جماعية استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي كل أسلحته على الأرض، من اجتياح بري وضرب بالمدفعية، في السماء بيستخدم طيرانه الحربي للقصف العشوائي على بيوت المدنيين، حتى بحرا البحر استخدم أسلحته ومعداته في قصف بيوت إخواتنا وأشقائنا الفلسطينيين العزل المدنيين. جرائم وحشية ضد مدنيين من أطفال، نساء، شيوخ، شباب، بنات. هجوم عنيف سقط من قاموسه أدنى معاني الإنسانية. الله غالب. عزائنا لكل إخواتنا في قطاع غزة وفي فلسطين في مصابهم الكارثي والأليم. طبعا أنا عايز أتكلم عن جزء آخر وهو ليس بعيد عن هذا الموضوع. امبارح كلنا تابعنا وسمعنا وقرينا بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، واللي وضح فيه معلومات كتيرة بخصوص حادث سقوط إحدى الطائرات في طابة. المتحدث العسكري قال سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابة. هذا الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لستة أفراد، الحمد لله خرجوا جميعهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة. وهذا الحادث كان قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. ده صحيح يا شاذلي. ووقتها البيان اللي أصدره المتحدث العسكري أكد أنه الحادث مش هيمر مرور الكرام إلا لما نتعرف مين الجهة اللي وراه. عشان كده كان في تحقيق من قبل الجهات المعنية، وفعلا تم الإعلان عن نتائجه من خلال بيان رسمي أصدره المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وقال فيه أنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع. ده بالإضافة لسقوط الأخرى بطابة. طبعا كان لازم نستنى هذا البيان والتحقيقات عشان نفهم. في نفس الوقت عاوزين نوضح حاجة مهمة جدا للناس، اللي حصل في طابة ده لو عاوزين نحلله، لو عاوزين نفهم أبعاده وملابساته، لازم يكون مصدرنا في الفهم هم الخبراء العسكريين المتخصصين. ليه؟ لأن دول هم اللي هيفهمونا يعني إيه طيارات مسيرة، إيه هي طرق اعتراضها، مداها، لأنه بالتأكيد هم اللي هيكون عندهم القدرة على تحليل هذه المعلومات الدقيقة والمعقدة يعني بشكل واضح. بلاش نسمع آراء وتحليلات من خبراء السوشيال ميديا، أشخاص غير متخصصين بالمرة. الموضوع ده عشان نفهمه بشكل علمي ودقيق محتاجين إيه؟ محتاجين متخصصين عسكريين، وده بالفعل اللي احنا هنعمله النهاردة في حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية. خلينا دلوقتي نروح لزميلتنا لاميا حمدين عشان نتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبتصل لحد الضباب على بعض الأماكن. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة.
أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا نرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة ونبدأ معهم باقي فقراتنا. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بمشروع القرار العربي اللي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار. وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية وقال أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابة، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابة. وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. مصر بتمتلك القدرة للحفاظ على أمنها القومي وحماية حدودها، وده كان واضح جدا لما شفنا إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني. سيد الرئيس كان ليه كلمة مهمة جدا خلال استعراض إجراءات تفتيش الحرب، قال إن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، هدفه حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر. أنا قلت الكلام ده وبكرره، محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي، جيش وطني شريف صلب، وصلبته نبع من شرفه. مصر تمتلك القدرة للحفاظ على أمنها القومي وحماية حدودها، وتجلى ذلك من خلال إجراءات تفتيش الحرب، وهي للتأكد من استعداد القوات لإتمام عمليات عسكرية، كما أنه يأتي في شهر احتفالات مصر بالعيد الذهبي لنصر أكتوبر عام 1973 على إسرائيل. وفي مداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، شدد الرئيس على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعاً عن الأمن القومي ومصالح مصر، وقال: مصر لم تكن أبداً تتجاوز حدودها وأهدافها، كما تحافظ دوماً على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي أن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد يوم الأربعاء اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس للجيش الثالث الميداني وإجراءات رفع الكفاءة القتالية وتطويرها وتزويدها بأحدث نظم التسليح لتمكينها من القيام بمهامها القتالية وحماية الحدود المصرية في الاتجاه الاستراتيجي. رافق الرئيس السيسي خلال جولته التفتيشية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأكد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب الشريف جود العريشي أن رجال القوات المسلحة دونوا يوم 6 أكتوبر عام 73 في سجلات الشرف أعظم الملاحم وأروع البطولات خلال تلك الحرب المجيدة. إن الناظر والمتأمل في دروس التاريخ وأحداثه لن يمعن النظر طويلاً حتى يكتشف أن القوي لا يستطيع أحداً أن يهدد مصالحه أو يعتدي على مقدراته، وقدرة مصر أن تعيش في منطقة شديدة الاضطراب. ولعل المشهد الضبابي الذي يكتنف منطقتنا
هو ما يجعلنا أكثر حرصا على تقوية أنفسنا بامتلاك أحدث منظومات القتال في العالم، لنكون قادرين على مجابهة المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر القومي. عقب ذلك شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان طريق النصر، والذي استعرض بطولات وتضحيات الجيش الثالث الميداني ومشاركته في الدفاع عن قناة السويس ودوره العظيم في حرب 6 أكتوبر. كما أشار الفيلم التسجيلي إلى القوة التي يتمتع بها الجيش الثالث الميداني، خاصة مع امتلاكه أحدث الأسلحة البرية والبحرية والجوية التي تعبر عن رؤية القيادة السياسية في مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كما أشار الفيلم التسجيلي إلى الدعم الكامل المقدم من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني في توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي، حتى يكون قادراً على تنفيذ كافة المهام المكلف بها، ليثبت دائماً أن الجيش الثالث الميداني هو السيف والدرع الحامي لحدود مصر الشرقية. ثم ظهرت على المنصة قوات المشاة ومنها المركبة بيكي، ناقلة جند مدرعة برمائية روسية الصنع، ودخلت الخدمة عام 1968 وتتميز بالقدرة العالية على القتال في جميع أنواع الأراضي. أيضاً المركبة BMB مركبة قتال مدرعة برمائية دخلت الخدمة عام 1970 وتعتبر من أحدث مركبات القتال المدرعة التي اشتركت في حرب أكتوبر وصممت لقتال الأفراد من داخل المركبة، وتتميز بالسرعة العالية على المناورة وخفة الحركة. ثم ظهرت المدرعات منها الدبابة T-34 روسية الصنع من إنتاج عام 1940 وتم انضمامها للخدمة عام 1955، وتزن 32 طناً ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان ومدفع 85 مليمتر. الدبابة T-54 روسية الصنع من إنتاج عام 1947 وانضمت للخدمة عام 1958 وتزن 36 طن ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان، واشتركت في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. ثم الدبابة T-55 قتال متوسطة روسية الصنع من إنتاج عام 1962 وانضمت للخدمة عام 1965 وتزن 36 طناً. الدبابة T-62 روسية الصنع من إنتاج عام 1965 وتعتبر أحدث دبابة تم اشتراكها في حرب أكتوبر حينما انضمت للخدمة عام 1972 وتزن 37 طناً. ثم ظهرت قوات المدفعية ومنها ناقلة محمل عليها الهاوتزر 152 مليمتر مجرور روسي الصنع، واشترك في حرب أكتوبر بعدد كتيبتين أثناء تنفيذ التمرين النيراني بمهمة الضرب على التحصينات الميدانية، ودخل الخدمة عام 1932. وناقل محمل عليها المدفع 100 مليمتر مجرور والهاون 120 مليمتر روسي الصنع، ويعتبر المدفع هو العيار السائد لمدفعية الرمي غير المباشر. وفي حرب أكتوبر تم تسليح ألوية مدفعية الفرق المشابه بإجمالي 10 كتائب. ثم مرت ناقلة تحمل قارباً مطاطياً وخشبياً يستخدم في اقتحام الموانع المائية روسي الصنع، وانضم للخدمة عام 1969 بحمولة 6 أفراد وسرعة 5 كيلومترات في الساعة. وظهرت ناقلة محمل عليها أجهزة ومعدات الحرب الكيميائية روسية الصنع، عبارة عن مهمات الوقاية الفردية وأجهزة الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي ومعدات التطهير الكيميائي ومعدات إنتاج الدخان والمواد الحارقة. ثم المركبة بيردم المدرعة برمائية روسية الصنع وانضمت للخدمة عام 1969، وهي مركبة استطلاع مدرعة مسلحة برشاش عيار 14.5 مليمتر ورشاش موازي، وشاركت في حرب أكتوبر. وأبرز ما تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، مجموعة من الصواريخ البحرية التي تطلق من السفن وغواصات أمريكية صغيرة لنقل الضفادع البشرية لإنجاز مهامها، ومجموعة من الصواريخ والتوربيدات. كما شهد الرئيس اصطفاف ناقلات جند ومعدات لقوات المظلات والقوات الخاصة ومجموعة من القوات المدرعة المصرية التي تخدم في نطاق الفرقة. عرضت أيضاً مجموعة من الطائرات الشراعية وقاذفات صاروخية وعربات نثر الألغام وعربات مثبت عليها كاميرات حرارية وعربات رادار.
وشهد الرئيس عرضا لقوات الاستطلاع التي ضمت طائرات مسيرة استطلاعية ومحطات إعاقة رادارية. كما تم تفقد تشكيل جوي لطائرات C-130 وهي طائرة نقل متوسطة أمريكية الصنع لها قدرة عالية على المناورة والإقلاع والهبوط من الممرات القصيرة، وطائرتين طراز كاسا ومناورات تشكيل طراز F-16 وهي قادرة على حمل صواريخ جو-جو. بالإضافة إلى تفقد تشكيل طائرات متعددة المهام من طراز رافال من الجيل الرابع المتقدم ذات أنظمة قتالية فريدة وعالية تمكنها من تنفيذ جميع المهام بمدى كبير على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وهي قادرة على حمل 14 طناً من الوقود ومعدات التسليح. اللي حضراتكم شفتوه من خلال هذا التقرير من خلال الفرقة الرابعة، اصطفاف الفرقة الرابعة ده بالمناسبة يعني من عدة وعتاد وأفراد يعتبر جيش بالنسبة لدول تانية. هو تشكيل كامل قادر على أي تنفيذ أي مهمة، وزي ما قالوا قادرين لطي الأرض. دي قواتنا المسلحة من دبابات وطيارات وعدة وعتاد وأفراد ومقاتلين، كله على أهبة الاستعداد في حال احتجنا للتدخل في بهذا الشكل. امبارح بعد الحادثة اللي شفناها بتاعة طابة ونويبع شفنا بعض الكلام على السوشيال ميديا، كلام عن غير فهم. في بعض الناس بتحركهم حب الوطن والغير على الوطن، وده بالمناسبة مفهوم ومقدر، لكن في ناس بدأت تفتي بشكل غير مفهوم ويضر بالمصلحة العامة. لازم تثق كويس جدا في جيش بلدك، وتثق كويس جدا في قدرته على تنفيذ أي مهام، وأعتقد أن ده واضح. ولازم أنت تكون عارف قدراته عاملة إزاي، وبالمناسبة كل الدول العظمى عارفة قدرات القوات المسلحة المصرية عاملة إزاي من خلال التدريبات العسكرية المشتركة اللي بتجريها مع قواتنا المسلحة، واللي بتؤكد أن جيشنا جيش قوي، ولكنه جيش يحمي ولا يعتدي. جمع ده بكل تأكيد يا محمد، انت أشرت لنقطة مهمة جدا. فكرة ان احنا طبعا بعد ما سمعنا عن هذين الحادثين فجأة لقينا 105 مليون محلل عسكري واستراتيجي، لقينا في أصوات بتدخل في النص كده بتؤجج الوضع. الوضع بالفعل وضع دقيق للغاية، وضع لا يسمح إلا ان احنا نصطف كلنا وراء قيادة سياسية حكيمة ورشيدة وقوية. ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. الوضع الحالي يستدعي الحكمة والرشد بجانب القوة، زي ما كان محمد بيتكلم عن استعراض تفتيش حرب الفرق الرابعة المدرعة تبع الجيش الثالث الميداني. هذا الاستعراض في هذا التوقيت تحديدا وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تحمل الحقيقة عدة رسائل للداخل وأيضا للخارج. هذه الرسائل أعتقد أنها تم تلقيها بشكل جيد جدا، ويعني واللي احنا شفناه أيضا كلمة سيادة الرئيس هي رسائل طمأنة لينا احنا بالداخل ان احنا قادرين ان احنا نحمي حدودنا، قادرين ان احنا نحمي امننا القومي، قادرين ان احنا نحمي ارض مصر، وللخارج ايضا ان احنا كمان قادرين على حماية امننا القومي بكل قوة. فارجو من حضراتكم، الوقت بالفعل دقيق جدا، لا يتحمل اي مزايدة ولا اي تحليل غير مدروس، ولا حتى صحيح. يعني اي محاولة لابداء الاراء الغير مدروسة. اعتقد الكل دلوقتي من كل المنابر الاعلامية موجود دلوقتي بيحاول يشرح على قد ما يقدر، حتى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة حاليا بيخرج علينا فيها بيشرح بالفعل الوضع بكل دقة، حتى بكل سهولة وسلاسة، ان اي حد يقدر يتلقى الوضع ويفهمه بمنتهى البساطة. أتمنى بس أن فعلا كلنا نتعامل ونتلقى كل معلوماتنا من الجهات الموثوقة، الجهات الموثوقة بعد إذن حضراتكم. على أي حال خلينا نروح معاكم لا يعني خبر آخر. والسوشيال ميديا أمس تفاعلت مع إذاعة التلفزيون المصري لشعائر صلاة الجمعة من مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء على الهواء مباشرة. خطبة الجمعة من نويبع كان فيها رسائل مهمة جدا، منها أن الدولة ماشية على خطى التنمية الشاملة في سيناء، وفي كل مجالات التنمية بتبني وبتعمر وبتفتتح مساجد، وكمان بتقيم مشروعات كبيرة ومشروعات عملاقة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ونحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إذاعة التلفزيون المصري لشعائر صلاة الجمعة من مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء على الهواء مباشرة. وجاء تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إذاعة صلاة الجمعة من نويبع باعتباره رداً على الأحداث الأخيرة بسقوط طائرة دون طيار على طابة ومقذوفة في مدينة نويبع. الحمد لله الذي شرف سيناء بذكرها في كتابه العزيز، فقال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. خطبة الجمعة من مدينة نويبع حملت عدة رسائل هامة، منها أن الدولة هنا من قلب سيناء الحبيبة العامرة، وفي ضوء خطتها لتنمية سيناء تنمية شاملة في كل مجالات التنمية تبني وتعمر، فسيناء التي رويت بدماء أبائنا وأجدادنا لن تكون مرتعا لأحد، ومن يظن أنه يمكن أن ينال منها موضع قدم فهو واهم، وأن دماء الأبرياء ستكون كابوساً على من سفكها أو من ساهم في سفكها تلاحقه في يقظته وفي نومه وفي دنياه وآخرته. وعلى صعيد المتصل، فمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قال إنه جرى افتتاح 3 مساجد بجنوب سيناء الجمعة، إحداها مسجد الصديق بتكلفة 20 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة المصرية في عمليات التنمية الشاملة لسيناء التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بسيناء، وفي عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنميتها، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفاً، ولعب أهالي سيناء دوراً في توسعة قناة السويس، وأيضاً أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير. وقد عكفت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى اليوم وفقاً لتكليفات القيادة السياسية على التركيز على استمرار عمليات التنمية الشاملة والقطاعية في سيناء، بما يساعد على تمكين الفئات المهمشة ويوفر المزيد من فرص العمل لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإقليمية الراهنة. وكشفت أرقام رسمية عن تخصيص الحكومة من الموازنة العامة وتحديداً من الخطة الاستثمارية للدولة خلال 8 سنوات ما يقارب من 750 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض شمال وجنوب سيناء شملت أكثر من 25 قطاعاً تنموياً. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن مشروعات التنمية في مدن سيناء تستحوذ على نسبة 2.81% من إجمالي المشروعات القومية المقدرة بنحو 7545 مشروعاً على مستوى محافظات ومدن مصر. وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة في الفترة من 2014 حتى 2022 على مستوى شمال وجنوب سيناء نحو 212 مشروعاً، لتحتل سيناء المرتبة رقم 18 في ترتيب المشروعات المخططة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، وباستثمارات كلية تبلغ 122.144 مليار جنيه بما يعادل 4 مليارات دولار. ما زالت المساعدات تتدفق لمطار العريش ومستمرة تمهيداً لوصولها لقطاع غزة. عدد الشاحنات اللي وصل بالفعل إلى داخل القطاع بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وصلوا 84 شاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير جداً من الشاحنات بتصطف عبر معبر رفح بيواصل المطار استقبال أسطول طيارات المساعدات القادمة لقطاع غزة. مطار العريش استقبل طيارات من الإمارات واليونيسف وإنجلترا والأردن، ولسه في كمان تدفق كبير للمساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على العدوان الإسرائيلي. يستمر وصول المساعدات إلى مطار العريش تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة. العديد من الشاحنات تصطف عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة لغزة. واستقبل مطار العريش العديد من الطائرات من الإمارات واليونيسف وإنجلترا والأردن، كما استقبل مطار العريش 10 طائرات مساء الخميس في رقم قياسي ليوم واحد من طائرات المساعدات. ويتواصل تدفق المساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على أثار وقوع العدوان الإسرائيلي. وأصبح الطريق الرابط بين مدينة العريش ومعبر رفح بشمال سيناء مسار حركة نقل المساعدات عبره، والتي لا تتوقف وينقلها الهلال الأحمر على شاحنات من مخازن خصصت لاستقبال مواد الإغاثة الدولية المنقولة جواً عبر مطار العريش من الدول ومنظمات الإغاثة الدولية.
فضلاً عن الشاحنات التي يتواصل وصولها من محافظات مصر مقدمة من المجتمع المدني وتصل براً لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح. في نفس الوقت تحشد مصر كل جهودها الدبلوماسية من أجل الوصول لحل الأزمة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وكانت قمة القاهرة للسلام خير شاهد حيث شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم وتوفير ممرات آمنة، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء. ومن خلال خطابات القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة، حظي هذا المحفل الدولي بأهمية بالغة في توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر صانعة السلام التي دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها. كما أن أحد المكتسبات الأخرى التي حققتها قمة القاهرة للسلام هي إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ نحو أكثر من أسبوعين من استهداف وقتل وترويع لكل المدنيين المسالمين. فضلاً عن التحركات المصرية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية التي تتخذ فيها كل المسارات الدبلوماسية والتشاورية والتفاوضية في ظل رغبتها الملحة في احتواء الموقف الذي يشهده قطاع غزة في اللحظة الراهنة، كذلك النجاح في إطلاق سراح أسيرتين إسرائيليتين لتقدم نفسها في دور جديد يتجاوز الوساطة التقليدية التي تعتمد منهج التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إلى شريك حقيقي للمجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه لتحقيق اختراقات كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة مؤقتة وإنما في حلول الوضع النهائي بالقضية طويلة الأمد. مشاهدينا لسه فقرتنا مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحاً، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبتصل لحد الضباب على بعض الأماكن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن حضرتك قلت لنا امبارح أنه إحنا بنتعرض لمرتفع جوي يعني بيرفع في درجات الحرارة بالنهار شوية زيادة. هو بالفعل يمكن إحنا خلال الأيام الماضية كان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وكان بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ويمكن ده مكمل معانا اليوم وخاصة في المناطق الشمالية السواحل الشمالية أو الوجه البحري أو القاهرة الكبرى، مستمر معانا درجات الحرارة الأعلى من المعدلات الطبيعية لها في نفس هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم عظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها تكون 31 درجة مئوية، فبالتالي هيستمر معانا الطقس طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس حار على المناطق الموجودة في سيناء وشمال الصعيد، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار لأن كمان المناطق الجنوبية بتتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية اللي هتؤدي بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، العظمى على المناطق الجنوبية اللي هي في الأقصر وأسوان بتوصل ل 39 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي، لكن الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر اللي هي أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر الصغرى، فترة الليل بتنخفض من ما بين 20 و22 درجة مئوية في المناطق الشمالية، وخاصة كمان المدن الجديدة الأماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير أجواءها أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق الشماليه. كمان اليوم طبعا في استمرار لتكون الشبوره المائيه الكثيفه اللي بتوصل احيانا لحد الضباب
يعني انخفاض في الرؤية الأفقية بيوصل لأقل من 1000 متر في بعض الأماكن، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوسط البحري والسواحل الشمالية، مدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. وبتتلاشى الشبورة المائية مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في الاختفاء بشكل تدريجي، وبتبدأ الرؤية الأفقية تدريجيا بتتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان كميات الامطار تزيد، وتبدا المناطق الجنوبيه تتاثر اكثر بامتداد منخفض السودان الموسمي مع كتل هوائيه رطبه من على البحر الاحمر، فبالتالي هيكون في كميات امطار ازيد من الايام الماضيه على ثلاثه جبال. هل هي هتاثر على حركتنا اليوميه او اعمالنا؟ ان شاء الله ما تاثرش على حركه الاعمال الانشطه اليوميه لو احنا خدنا احتياطاتنا بالشكل الكبير، لان كميات الامطار هي امطار متوسطه ممكن تكون رعديه احيانا على بعض الاماكن الموجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر وبعض الاماكن الموجوده في جنوب سيناء، ونتيجه طبعا الطبيعه الجبليه والجغرافيه في المناطق دي واستمراريه سقوط الامطار ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول، فمتوقع ان ممكن توصل يعني في سيول تظهر في بعض الاماكن الموجوده في سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر. وطبعا الامطار بتبقى على فترات متقطعه من اليوم، الامطار كمان هتمتد لبعض الاماكن الموجوده في محافظات جنوب الصعيد، امطار خفيفه الى متوسطه ممكن تكون رعديه احيانا بعض المناطق كمان من خليج السويس، وفي فرص ضعيفه لامطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى اليوم. المناطق الشماليه كلها ما فيش اي تاثير منها على اعمال الانشطه اليوميه بالنسبه لسقوط الامطار، بس لازم المناطق اللي هيكون عندها سيول زي سلاسل جبال البحر الاحمر وبعض المناطق من سيناء لازم ناخد حذرنا بشكل كبير، واهم حذر طبعا اثناء سقوط الامطار نتجنب الطرق اللي جنبها محرات سيول. مهم كمان ان احنا اثناء سقوط الامطار، لان الامطار دي هتكون امطار رعديه هيكون معاها رياح هابطه هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فمهم جدا يعني هتزود سرعات الرياح فبالتالي هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. فمهم سرعه الرياح كام يا فندم النهارده؟ هي سرعات الرياح اليوم معتدله في معظم محافظات الجمهوريه، يعني سرعات الرياح مش عاليه لا تتجاوز ال 30 كيلو متر على الساعه، لكن اثناء سقوط الامطار او قبل سقوط الامطار مباشره مع السحب الرعديه بيبقى في رياح هابطه بتزود سرعات الرياح بشكل كبير، فعشان كده احنا بنقول هي في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المناطق، لكن اثناء سقوط الامطار مع السحب الرعديه هيكون في سرعات رياح عاليه، سرعات الرياح ممكن تتجاوز 40 و50 كيلو متر على الساعه مع سقوط الامطار، فعشان كده مهم جدا اثناء سقوط الامطار نبتعد عن اعمده الاناره، تشكيل الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه بتبقى موجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، القياده تبقى بهدوء تام على اغلب الطرق، وزي ما قلنا في الاول لازم نتجنب الطرق اللي جنبها مخرات سيول خاصه في سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بنات، كمان يعني الغردقه وراس غارب، بعض المناطق اللي موجوده في سيناء، سانت كاترين ودهب وطبعا المناطق دي كلها لازم نخلي بالنا بشكل كبير. وطبعا بالنسبه للشبوره المائيه اكيد لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، وما زلنا في فرق درجات الحراره بين النهار والليل لازم ناخد بالنا منه وناخد بالنا من نوعيه الملابس. بالنسبه للامطار لسه مكمله معانا كمان غدا الاحد والاثنين ان شاء الله على المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء وجنوب الصعيد وخليج العقبه، فلازم ناخد بالنا من المحافظات بشكل كبير اللي هيبقى فيها سقوط امطار، لكن كمياتها هتبقى امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 22 والعاصمة الإدارية 32-21، اسكندرية 29-21، العالمين الجديدة 29-21، مطروح 28-18، دمياط 29-22، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 33-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 29-22، كاترين 25-15، طابة 31-23، حلايب 31-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 35-24، الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 20، بني سويف 34-19، الوادي الجديد 38-21، أسيوط 35-18، سوهاج 36-20، قنا 37-24، الأقصر 38-24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمان أو شازلين نكمل معهم بإيه فقراتنا. شكرا لك يا أمي.
حين منذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة أشقائنا في قطاع غزة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة انطلقوا بشكل سريع جدا، كانوا بيسابقوا الزمن عشان يساعدوا إخواتنا في أسرع وقت وفي زمن قياسي. ومن هنا اتحركت قاطرات المساعدات الإنسانية لمدينة العريش وضمت أطنان من المواد الغذائية. هنا التحالف الوطني للعمل الأهلي قام بجهود كبيرة جدا من بداية الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عشان يقدر إن هو يوفر الدعم للأشقاء في فلسطين. منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إغاثة أشقائنا في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال، انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة وسارعوا الزمن وأعدوا كل ما طالته أيديهم لمساعدة إخوانهم في أسرع وقت وفي زمن قياسي، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش. وضمت تلك القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتي تشمل أيضاً أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. وبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوداً مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين. ومع تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية، في البداية ظل شباب التحالف الوطني صامداً ومصراً على إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وداعماً لهم ومهوناً عليهم ما هم فيه. ورداً على ظلم الاحتلال وتعنته، اعتصم شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين ومرابطين حتى الإغاثة. بإذن الله إحنا لينا 5-6 أيام هنا في العريش بنغلف وبنعمل كل حاجة عشان الحاجة دي تخش للناس اللي جوه. الناس اللي جوه بتموت، مش عايزين مننا أي حاجة للحاجة دي بس تخش. إحنا هنفضل هنا لحد النهاية، مش هنتحرك من هنا. كما يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية لنقلها لأهالي غزة عبر معبر رفح، واستقبلت مدينة العريش بشمال سيناء قافلة مساعدات مياه في طريقها لغزة، ضمت 44 شاحنة محملة بزجاجات مياه معدنية مقدمة من منظمة الأونروا. كما وصلت إلى مدينة العريش أول 13 شاحنة من قافلة أغيث غزة المقدمة من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف لإغاثة الشعب الفلسطيني بالقطاع. ووصلت لمدينة العريش قافلة مساعدات جديدة لغزة مقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، تضمنت عيادتين متنقلتين وشحنات مساعدات. ووصلت لمدينة العريش قافلة مساعدات جديدة لغزة مقدمة من مجلس القبائل والعائلات المصرية، تضمنت عيادتين متنقلتين وشحنات مساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصري، وبدأ فريق من المتطوعين في تفريغها بمخازن الهلال الأحمر بالعريش. مجلس الأمن في جلسته السابقة فشل في اتخاذ إجراء لتطبيق مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة، ودخلت تساؤلات دلوقتي تروح ناحية دور مجلس الأمن في الفترة القادمة تجاه المجازر اللي بيرتكبها قوات الاحتلال. تفاصيل أكتر، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع يا جماعة. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل أكتر من السفير محمد الشادي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. ويعني في البداية حابين نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، إيه هو الدور المقرر أداؤه من جانب مجلس الأمن تجاه هذه الحرب الغاشمة اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة؟ مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتطبيق بنود الميثاق الأمم المتحدة. وهذا كلام نظري، حقيقة الأمر إن الأمم المتحدة بتشكيلها الحالي عجزت عن مواكبة أي حرب شفناها منذ قيام يعني عجزت عن إيقاف حرب فيتنام، عجزت عن تحرير سيناء برغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن خلال هذا، عجزت عن حماية العراق، عجزت عن حماية لبنان، أفغانستان إلى آخره. التشكيل الحالي لمجلس الأمن ونظام حق النقد أو الفيتو اللي ممنوح للدول الخمسة دائمة العضوية، اللي بيجعلها أكثر الدول مسؤولية تجاه
السلم والأمن الدولي. عندما نرى في أزمة غزة وزير خارجية أحد الدول الدائمة للأدوية الولايات المتحدة يشارك في اجتماعات مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي، وعندما نرى رئيس وزراء بريطانيا وهي أيضا عضو دائم يهرع إلى إسرائيل بحركة مسرحية على متن طائرة بطل عسكرية ويخرج من عنبر البضائع ليكون بجانب السلاح المرسل إلى الدعم غير المحدود اللي أدى إلى استخدام حق النقد مرة ضد القرار الأمريكي ومرة ضد القرار الروسي، كل يؤكد لنا عجز النظام دي، وإن أصبحت القوة الغاشمة هي الورقة الرابحة في العلاقات الدولية، وده أمر في غاية الخطورة، إضافة إلى إهانة منظمة الأمم المتحدة عندما يقف مندوب إسرائيل أمام الأمم المتحدة ويمسك الملف المقدم للإنسان ويقول إن هذا كلام معادي سميه. سعد سفير الصوت مش واضح، استأذن حضرتك بس لو تغير المكان، وأعتقد أنه في كلام حضرتك متفق مع رؤية الكثير من الدول بأنه مجلس الأمن مشلول حرفيا كده، وده يمكن عنوان قريته في إحدى الصحف العربية بالأمس، مجلس الأمن مشلول أمام أي تحركات أو أزمات بتواجهها منطقة الشرق الأوسط. طيب كده الصوت أحسن؟ تمام يا فندم بتفضل. وعندما تطالب إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة بالإصدار لمجرد أنه قال ما حدث في غزة لم يحدث من فراغ، كل هذا بيمس هيبة الأمم المتحدة جهاز مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين. فيعني أعتقد أن التعويل على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، احنا شفنا بالأمس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني صدر منها توصية بأغلبية 120 صوت لمجرد هدنة إنسانية، وده يعني أعتقد ده أقل قدر إن ما حدث في غزة كلنا متفقين على ضرورة حقن الدماء، ولكننا أيضا يجب أن يكون هناك حساب وعقاب لإسرائيل على ما فعلته الذي لا يقل عن الهولوكوست ولا يقل عن الجرائم اللي ارتكبها النازي. ما هو بفكرة أو بحديث حضرتك عن الإدانة يا سعادة السفير، يقال إن هو ده منوط أكتر بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن بما أنك حضرتك ذكرت المحكمة الجنائية الدولية منوطة بجرائم الحرب وده مستوى تاني. أنا بتكلم عن الإدانة السياسية اللي منوط بها الأمم المتحدة. لو على الإدانة السياسية فندم، يعني يمكن امبارح الحمد لله تعتبر بادرة، يعني فكرة تأييد هذا القرار تعتبر بادرة، وبما أن حضرتك ذكرت يا فندم تأييد هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، برأي حضرتك بعد هذا التأييد لهذا القرار، وبرأي حضرتك كمان بعد الاجتياح البري لقطاع غزة، في الساعات المقبلة يعني كيفية التعامل، شكل التعامل لو هنتكلم على مجلس الأمن خاصة بعد الاجتياح البري والإبادة اللي بيمارسها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة وقطع الاتصالات، قطع كل وسائل الاتصالات، يعني دي كل دي جرائم حرب، ويعني يجب على المجتمع الدولي المتحضر إذا كانت الحكومات عاجزة أو غير راغبة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلنطي، ونرى أن الدعم لإسرائيل أتى أساسا من الولايات المتحدة وفي الشمال الأطلنطي، وإحنا بنرى هبة شعبية في جميع أنحاء العالم، هناك مظاهرات في جامعة هارفارد، هناك مظاهرات في لندن،
هناك ايضا ردود فعل في فرنسا وفي فاعتقد ان المجتمع الانساني. سعادة السفير الصوت مرة أخرى مش واضح. مرة أخرى إلى مكان. تفضل. تفضل يا فندم، إحنا سامعين حضرتك. طيب. وآن الأوان للشعوب لتنتفض ضد هذا الهمجية وهذه البرية. النهارده يعني أنا أسعدني أن أرى ان هناك قوافل للاغاثه في مصر التي لم تتاخر يوما عن اغاثه الملهوف في اي مكان، ولكني اتساءل من تغيث وكيف تغيث؟ يعني احنا النهارده القصف مستمر بحيث ان اخشى عندما تصل هذه القوافل لا يكون هناك باقي من نغيثه، ثم كيف تغيث اذا كانت المستشفيات ليس بها طاقة لتشغيل الأجهزة وليس بها أدوية. فيعني هذه جرائم حرب يجب ألا تمر. احنا بنتحدث النهاردة عن وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية، ولكن لا، حتى لا يتكرر هذا يجب أن يكون هناك تسجيل لهذه الجرائم. صحيح. حتى يقدم المجرمين إلى العدالة وإلى القضاء. طيب. في عقاب الحرب العالمية الثانية الحلفاء قدموا المجرمي الحرب في محكمة نورنبرغ. احنا نريد محكمة غزة لنعاقب من ارتكبوا هذه الجرائم البشعة في حق الإنسانية. طيب سعادة السفير، وحضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول انه في خروج مظاهرات شعبية في العديد من الدول، هل من الممكن ان تمارس هذه الضغوط الشعبية ضغوطا على حكام هذه الدول؟ وهنا بتكلم عن الدول دائمة العضوية، عشان دايما الفيتو هو عقبة كأود أمام اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن والصراع الروسي الأمريكي. إذا طرحت روسيا مشروع قرار ترفضه أمريكا حتى لو كان في نفس إطار سياستها والعكس صحيح. الولايات المتحدة هزمت في حرب فيتنام بسبب الضغوط الشعبية. لا تستهن أبدا بالضغوط الشعبية اللي بتستطيع أن تقلب الحكومات، تستطيع أن تظهر صوت الحق مهما كان عنت ومهما كان جبروت وانهياز الحكم. طيب سعادة السفير، بشكل عام يعني بحديث حضرتك حتى عن فكرة أنه لو نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المملكة المتحدة يدينون التصعيد في غزة والأوضاع الإنسانية وبضرورة إدخال المساعدات الإغاثية، وعلى الجانب الآخر أو في مشهد آخر نراهم بالفعل يؤيدون الكيان الإسرائيلي بشكل أوقع على أرض الواقع. يعني حضرتك شايف أنه مجلس الأمن هل دلوقتي يعتبر مسرحية ولا إيه؟ هل يمكن أصلا أن نعول عليه في الفترة القادمة؟ ايه الوضع؟ لا يعني شوفي، سالوا سيدنا علي بن ابي طالب ما هو العلم؟ قال معرفه ما سيكون بمكان. يعني ادرسي التاريخ، يعني هل مجلس الامن نجح في انه يوقف اي حرب؟ من حرب فيتنام الى افغانستان الى العراق الى الى الى, إلى كل هذه، يعني هذا المجلس، تركيبة مجلس الأمن قائمة على المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ومياه كثيرة عبرت من تحت الجسر منذ هذا الوقت، وتركيبة الساحة الدولية تغيرت، والتعلق بأفكار وبأيديولوجيات عفى عليها الزمن بتعوق عمل الأمم المتحدة وبتعوق عمل مجلس الأمن. إذن حضرتك بتنصحنا كده إن احنا ما نتابعش جلسات مجلس الأمن لأنها لم تأتي بجديد؟ يعني شوف، أنت كإعلامي من واجبك إنك تتابع وأن نعلم منك القصور ونعلم منك الخطأ في التركيبة حتى نكون جماعة ضغط لتغيير هذا الوضع المؤسف. مفهوم. أنا بتكلم عن الشعب،
عن الناس وهي بتتابع جلسات مجلس الامن، اول ما بتسمع ان في جلسه لمجلس الامن بتتوقع انه هيكون في ادانات او ان يكون في حل، وده في اطار دور مجلس الامن يعني مش بعيد عنه يعني. لكن بهذا الشكل وبهذه الكيفيه، وبما ان حضرتك برضو ذكرت مقوله لسيدنا علي بن ابي طالب ان احنا لازم الواقع بيقول ايه، لانه الماضي كان بيقول ايه، يعني اللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل في المستقبل مبني على ما حدث في الماضي. يعني هو اللي بيحصل في الحاضر انعكاس لما حصل في الماضي. اما المستقبل فان نغير الحاضر فستكرر الخطا في المستقبل. فارجو ان نكون تغطيتك وتغطيه الاعلاميين الواعيين الاخرين يعني منهاج وتنبيه، لان هذا الوضع يجب ان يتغير. يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، واعتقد انه التصعيد في قطاع غزه اسقط العديد من الاقنعه. على اي حال يعني ربنا ينصر اهالينا في غزه ويسلم الاوضاع. ده مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار معلمي. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف الفوري للعنف في غزة. وفي تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي إن القرار تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، معربا عن أمله أن يتم قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندت الحق الفلسطيني والعربي الداعي لوقف العنف في غزة. وخلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، اعتبر مندوب مصر أن موافقة 120 دولة على مشروع القرار العربي والداعي لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة انتصار للإنسانية، مؤكدا التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ووجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، معتبرا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا على أن على العالم أن يتعامل بجدية مع نتائج التصويت. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة، كما طال القصف محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من 10 مرات على محيط هذين المستشفيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى. ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة. من جانبها أعلنت حركة حماس فشل التوغل البري الذي شنه الاحتلال، ومشيرة إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى أكثر من 7415 شهيدا و 20517 جريحا. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة و 110 شهداء في الضفة
فيما جرح في القطاع 18,567 مواطنا و1950 في الضفة. وذكرت الوزارة في تقريرها أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين. خرج الآلاف من الفلسطينيين في مسيرات للتأييد والغضب في مدن الضفة الغربية المحتلة من شمالها وحتى جنوبها، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق وقصف من الجو والبر والبحر. وطلب المشاركون في المسيرات التي انطلقت في جنين ونابلس وتولكرم شمالا ورام الله بوسط الضفة والخليل جنوبا بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك وسط حالة من الغليان والاحتقان الشديدة في مدن الضفة منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط. وفي سياق آخر قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصينية وانج يي ناقشا العمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد ساعات من محادثات جمعت الوزير الصيني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن يكون اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو. مشاهدينا، عندها موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. تفاهم رئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة. ده معناه أن احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا لاتساع دائرة العنف. غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كله دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل عام. رحب بحضراتكم مرة تانية. مفيش شك أن المجتمع الدولي اعترف بمحورية وأهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ومحاولتها في إنهاء التصعيد الجاري من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وده من خلال زيارات واتصالات مختلفة مع قادة العالم اللي قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة. هذه المحاولات تم ترجمتها لمجموعة كبيرة يا جمانة من الشواهد، كان أبرزها رغبة الرئيس الفرنسي في العمل مع الرئيس السيسي لإعداد خطة سلام كبيرة وشاملة لدعم مسار الحل الجذري للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات. كمان قناعة الرئيس الفرنسي بإيجابية التعاون الدبلوماسي مع مصر لمواجهة القضايا الملحة. قراءة وافية هنستعرضها دلوقتي مع ضيفنا الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ جوان. يا اهلا بحضرتك. في البداية، كيف تقيم نظرة المجتمع الدولي للدور المحوري المصري في هذه القضية؟ يعني احنا منذ بداية الأزمة وبعد 7 اكتوبر تحديدا كان في حالة من الانسداد السياسي الكامل من ناحية الغرب بالنظر للقضية الفلسطينية، وكانت دائما ما تعطي الحق الى اسرائيل بشكل مطلق في الدفاع عن نفسها دون ان يكون هناك اي اعتبار لحقوق فلسطينية. ولكن بعد الزخم الكبير اللي شهدناه من حجم زيارات متتالية ولقاءات واتصالات تليفونية مع الرئيس السيسي وكل قادة العالم، أغلب قادة العالم أو كل القادة الموجودين اللي مهتمين بإيجاد حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية، دائما ما كانوا بيتواصلوا مع الدولة المصرية والقادة السياسية المصرية بشكل واضح، نتيجة أن مصر دائما وأبدا ما تلعب دور رافعة السلام في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، وتحركت في هذا الإطار منذ اليوم الأول في إطار أن مصر تسعى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لأن هذا المبدأ وتنفيذه بشكل واضح هو ما سيؤدي إلى حلحلة هذا المشهد المعقد. وبالتالي أرى أن هناك اهتمام كبير من المجتمع الدولي للتنسيق مع الدولة المصرية، والدولة المصرية سعت أيضا من خلال شركائها الإقليميين والدوليين إلى توحيد المواقف بشكل كبير. يعني حضرتك في بداية كلامك أستاذ محمد أشارت النقطة مهمة جدا، وهي الجزئية الخاصة بوجود حالة من يعني تفكيك الموقف، وده اللي ظهر من كلمة الرئيس ماكرون
تقابل امبارح امام الاتحاد الاوروبي، واللي تبنى وجهه النظر المصريه وتبنى مبدا حل الدولتين، تبنى ضروره وقف اطلاق النار، وده يؤكد على ان هناك تنسيق تام بالفعل مع الرئيس السيسي والرئيس ماكرون، خاصه ان اخر زياره للرئيس ماكرون كانت منذ ايام قليله للدوله المصريه، وده يؤطر الى ان هناك يعني انفراجة حقيقية في المشهد من قبل المجتمع الغربي بضرورة وقف إطلاق النار، وده أيضا لتبناه على الرغم من هو يعني قرار معنوي أو رمزي أو يعني من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس، ولن يكون ملزم لإسرائيل، إلا أنه أظهر أن هناك نظرة مختلفة من المجتمع الدولي، موافقة 120 دولة يعني امتناع 15 ورفض 45، ده دلالة على أن هناك نظرة مختلفة للمجتمع الدولي في اتجاه القضية الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط. دكتور حامد، الحقيقة أنه القضية الفلسطينية أو الأزمة الحالية الحقيقة يمكن ليها أكثر من بعد بالنسبة للدولة المصرية. أولا اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وما يحدث من تصعيد جائر الحقيقة في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، وبعد آخر هو حماية أمنها القومي. فالموضوع بالنسبة لنا بالنسبة لمصر وليه أكثر من بعد. لو هنتكلم تحديدا على المساعدات الإغاثية وإدخال المساعدات الإغاثية اللي كانت مصر مصرة عليه من منذ بداية الأزمة، وشفنا كان لمصر تحركات قوية يعني أكبر وأبعد من فكرة مجرد الدعوات لضرورة إدخال هذه المساعدات، تابعت إزاي الموقف المصري وأيضا تصاعد حتى الموقف المصري؟ يعني أنا هتفق مع حضرتك أستاذ جمانة أن الأزمة الحالية بالنسبة لقطاع غزة، هذه الأزمة هي الأشد والأعنف في تاريخ المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. وكان المشهد المرة دي هو مشهد معقد، ويعني ازداد تعقيده نتيجة طبعا عملية 7 أكتوبر اللي غيرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وده ظهر بشكل واضح من سقوط أكثر من 1400 قتيل من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تحرك حكومة نتنياهو بشكل واضح لإحداث عملية انتقامية وعدم توقف آلة الحرب جعل أن التفاوض أي دولة مهما كانت حتى الإدارة الأمريكية في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا تفاوض صعب جدا، وبالتالي مصر سعت وبكل قواتها منذ اليوم الأول إلى قصر حصار غزة. يعني كان في حصار كامل على قطاع غزة، رفض تام من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي ومن الجانب الغربي بشكل عام اللي هو لا يرى إلا بعين الأعور، ولكن الدولة المصرية ومن خلال علاقاتها الدبلوماسية الجيدة خاضت حرب دبلوماسية شرسة لكي يتم إدخال المساعدات لقطاع غزة. وده اللي ظهر يعني الأمين العام للأمم المتحدة عندما يأتي ليس في غرف مغلقة وليس في عقد مؤتمر صحفي أو لقاء جانبي مع الرئيس السيسي، ولكن يتحرك للانتقال وعمل المؤتمر الصحفي أمام قطاع غزة، دي دلالة واضحة جدا على أن تبني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوجهة النظر المصرية. دي نقطة مهمة جدا، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول تمسكت بمبدأ مهم جدا، لن يتم إخراج أي من الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلا بعد دخول كافة أوجه المساعدات، ودي نقطة أيضا حسبت للدولة المصرية طبعا. وبالتالي يعني الرئيس الأمريكي بشكل واضح هو بيشيد بشكل واضح بالدور المصري، ليس فقط الرئيس الأمريكي اللي قال إن كان في دور محوري للدولة المصرية في إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولكن أيضا كل دول العالم، ولكن الدولة المصرية الهدف الأسمى ليس فقط إيصال المساعدات، ولكن الهدف الأسمى للدولة المصرية أولا إحياء مسار السلام بشكل كبير، وده اللي نتج عن قمة القاهرة للسلام، دي نقطة مهمة جدا، إدخال المساعدات، كسر الحصار، العمل على وقف إطلاق النار، كلها نقاط مهمة جدا، إحياء القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية يا أستاذ محمد في الفترات السابقة يعني كانت بتتزيل سدة أي مشهد دولي ولم تكن في الحسبان، ولكن الآن على الرغم من الموقف الصعب اللي احنا كلنا بنعيشه وإن في حالة من الاحتقان والضيقة لدى كل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، اللي إن الموقف ده المرة دي سيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى أن يبحث المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي سلمي حقيقي وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وده هو اللي بيبحث عنه الغرب، لان اذا كان الغرب يبحث عن امن وسلام لاسرائيل الرساله وصلت انه لا امان ولا سلام لاسرائيل الا باقامه وتنفيذ مبدا حل الدولتين. ومع ذلك مع كل ما ذكرته يا دكتور لسه في ناس بتشكك في الدور المصري للاسف، يعني الدور المصري كان واضح منذ بدايه هذا التصعيد وهذا الصراع الاخير من يوم 7 اكتوبر، راي الرئيس كان واضح جدا في
ضرورة وقف العنف حماية طبعا للمدنيين، وزي ما شفنا ونستكمل الدور المصري من خلال زيارة المسؤولين لمصر للتنسيق معها أو خروج الرئيس للقاء بعض المسؤولين برضو للتنسيق بشأن هذه الأحداث الأخيرة حتى نهاية المطاف بالأمس. طبعا القرار الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان بأغلبية، ده برضو جزء كبير جدا من الدور المصري. يعني أي حد هيشكك في الدور المصري ما هو إلا حاقد على دور الدولة المصرية بشكل واضح، لأن الدولة المصرية لا أحد يستطيع أن يزايد على دورها في دعم القضية الفلسطينية. يعني 5 اعتداءات على قطاع غزة بشكل واضح منذ تولي الرئيس السيسي. يعني احنا بنتحدث عن أول الاعتداءات كان في عام 2014، وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم بثلاث أشهر فقط كان في اعتداء قوي جدا استمر لمدة 51 يوم. مين اللي وقف الحرب في هذه المعركة الشرسة واللي سقط فيها الكثير من الوضع كان عندنا عامل ازاي في التوقيت ده مهم برضه. الوضع زي ما حضرتك بتقول، برافو على سيادتك استاذ محمد، لان دي نقطة مهمة جدا. الاوضاع يا استاذ جمانة في التوقيت ده كانت غير مستقرة، وكنا بنعاني بشكل كبير جدا في ظل حالة استهداف كبيرة جدا للدولة المصرية في هذا التوقيت. ولكن الدولة المصرية كانت بتولي اهتمام كبير جدا للقضية الفلسطينية، ولولا المفاوض المصري في هذا التوقيت الجيد والرشيد والحكيم كنا قد وصلنا الى ما نشاهده الان. وايضا في مارس 2019 واعتداءات متكررة أيضا، وفي مايو 2021، ونتيجة لذلك نجحت مصر في وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، إعادة إعمار غزة، تقديم منحة 500 مليون دولار، بناء 3 مدن سكنية لتعويض من فقدت منازلهم، كل ذلك، فتح معبر رفح، تقديم حوالي 3500 طن من السلع والمواد الغذائية وكل أنواع الخدمات والمستلزمات الطبية. احنا بنقول ده ليه؟ لازم المشاهد يعرف دايما وابدا دائما الدوله المصريه هي السند والداعم للقضيه الفلسطينيه. حتى يعني في الاعتداءات الاخيره كان في اعتداء في 2022 واعتداءين في عام 23. الاعتداءين بتوع 23 دول كان في مؤتمرين مهمين جدا يعني شاركت فيهم الدوله المصريه، وهو مؤتمر العقبه ومؤتمر شرم الشيخ للعمل على خفض التصعيد قبيل شهر رمضان، لان كما يعلم القاصي والداني ان اسرائيل بتتعمد التصعيد داخل قطاع غزة في الأعياد والمواسم الإسلامية، وبالتالي مصر كانت بتسعى لكي لا تصل الأمور إلى هذه النقطة. وإذا كان المجتمع الدولي مدرك للرؤية المصرية وللسردية المصرية ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. بكل تأكيد يا فندم، يمكن حتى بنتابع أنه ممكن في وقت من الأوقات في بعض الأطراف ممكن تقفز على أنها تكون أو تحاول أنها تبقى بمثابة حل أو داعم للقضية الفلسطينية، لكن في الآخر بيقول الأمر أن مصر بالفعل هي يعني خلينا نقول أن هي زي ما بنقول رمانة ميزان العمل على هذه القضية الفلسطينية بكل تأكيد في كل الأوقات، يعني مهما حاول أي طرف القفز على هذه القضية. طيب خليني أروح أرجع مع حضرتك لقمة القاهرة للسلام. قمة القاهرة للسلام الحقيقة برغم تأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل حديث لي على أهمية القضية الفلسطينية وأنها القضية المركزية والمحورية، إلا أن هذه القمة مرة أخرى عاد مرة أخرى رئيس عبد الفتاح السيسي ووضع العالم أمام نفسه مرة أخرى، وأكد مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة حل الدولتين وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية. البعض كان بيتحدث أنه إيه هي آليات الضغط اللي ممكن تكون عند الدولة المصرية للعمل على حل هذه القضية؟ لا، مصر لديها بالفعل أوراق ضغط دبلوماسية قوية وكبيرة جدا. اسمحي لي، أنا كنت في إحدى القنوات الدولية والتي تستهدف الدولة المصرية دائما وأبدا بتقاريرها، وسألني المذيع بشكل واضح، هي البي بي سي يعني بمنتهى الوضوح، لأن هي من ضمن الأدوات اللي بتستخدم أدواتها للعمل على تقويض الجهود المصرية في إيجاد حل دائم وشامل، ودائما هي يعني موجهة وبمنتهى الوضوح. كان بيسألني بيقول لي أسباب فشل قمة القاهرة، قلت له قمة القاهرة للسلام لم تفشل ولكنها حققت كل أهدافها المرجوة. إذا كان الفشل فهنا الفشل على مجلس الأمن اللي جزء منه بريطانيا، اللي جزء منه أمريكا، اللي جزء منه هذه الدول، لأن هذه الدول هي من تستطيع وقف إطلاق النار، هي التي تستطيع أن تتحرك في اتجاه رفع المعاناة عن شعب غزة. ولكن هذه القمة حققت أهدافها، هي إعادة إحياء مسار السلام، أكدت على ثوابت مصر في القضية الفلسطينية، أكدت أيضا بشكل واضح وحاسم على أن مصر لن تسمح لا بتهجير ولا بتوطين، وبأن هناك رؤية استراتيجية للدولة المصرية لابد أن تتحقق. وإذا كان إذا كنت أنت بتلوم على الدولة المصرية في جهودها الكبيرة للتبذلها، فأولى أن تلوم على الدول التي تستطيع فعليا أن تقف
يعني ان توقف وقف اطلاق النار، ولكن هذه القمه احنا ما قلناش ان دي جلسه لمجلس الامن، هي ليست جلسه لمجلس الامن صحيح. ولكن هي قمه سلام تسعى من خلاله الدوله المصريه الى وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، امام تحدياته، لان هذه النقاط هي ما تقاعسه ايضا عن الوقوف مع هذه القضيه. يعني احنا بنشوف المجتمع الغربي بيتعامل مع القضيه الفلسطينيه بعين الاعور. يعني هو لا يرى الا حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، واختزل هذه القضيه في يوم 7 اكتوبر. طب وما قبل 7 اكتوبر ومنذ ان اتت حكومه نتنياهو وقبل حكومه نتنياهو، من اتخذ قرار باستقطاع اموال السلطه الفلسطينيه؟ من قام بضم مناطق المحكمه العليا الاسرائيليه بضم 8 مناطق من اصل 12 منطقه في مسافر يطا؟ من قام باقتحامات متتاليه للمسجد الاقصى وهو بن غفير الوزير المتطرف اللي بيسعى بكل قوه الى تغيير الزمان والمكان؟ من قام بحرق المنازل، حرق مدينه باكملها ومدينه حواره؟ من قام بتسليح المستوطنين للقفز ومحاوله تصفيه القضيه الفلسطينيه؟ كلها اجراءات لا ينظر اليها المجتمع الدولي، ولكن عندما يقوم صاحب الحق اللي هو صاحب الارض بتنفيذ بعض العمليات نرى ان في الاتجاه الاخر لا يتم النظر الا بوجهه نظرهم، انا عايز احصل على حقي، والحق هنا احنا لا نبرر العنف لان العنف دائما وابدا هيولد عنف مضاد، ولكن المقاومه حق في القانون الدولي بالظبط. لكن انت خلينا نبحث عن حل سياسي. ايه هو الحل السياسي؟ تنفيذ مبدا حل الدولتين لكي يتم فك هذا الاشتباك اللي في ظني وتقديري يا استاذ محمد يا استاذ جمانه سيؤدي بما لا دع مجال للشك ليس الى حرب اقليميه فقط، ولكن من الممكن جدا ان تكون هناك حرب دوليه، لان في اختلاف كبير جدا في المشهد عن اوكرانيا. اوكرانيا الحرب ما بين روسيا واوكرانيا داخل الاراضي الاوكرانيه او بعض من الاراضي الروسيه بهجوم مضاد، ولكن الان احنا نتحدث عن اطراف اقليميه، نتحدث عن تدخل ايران، نتحدث عن تدخل حزب الله، نتدخل عن تدخل سوريا، نتحدث عن الحوثيين في اليمن، كلها مشهد معقد ومرتبك، بالاضافه الى ان اسرائيل الدوله المصريه نجحت في كشف مخططها الخطير جدا وهو محاوله تهجير سكان قطاع غزه لسيناء، والاردن اكتشفت ان هم ايضا بيريدوا تهجير الضفه الغربيه للاردن، وبالتالي اصبح الموقف معقد ومتشابك، وبالتالي لابد ان يتم لجم دوله الاحتلال الاسرائيلي من قبل الولايات المتحده الامريكيه لا قادره على تنفيذ هذا الدور. طيب دكتور، واحنا بنتابع تصريحات الكثير من الدول في البدايه كان في تركيز كبير جدا على دعم قوات الاحتلال وحقها في الدفاع عن نفسها، وفي نفس الوقت ان المقاومه طبعا لابد ان تباد كما قالت الكثير من الدول الاوروبيه. لكن مش هقول تحول في مواقف هذه الدول، لكن بدا التركيز اكثر خلال الفتره الاخيره على ضروره اقرار هدنه انسانيه، ضروره ادخال المساعدات، وزي ما كنا بنتكلم بدا يكون في شبه تحول في التركيز على الكلام فقط، مش بقول تحول في المواقف لان موقفهم مازال ثابت على دعم طبعا مازال ثابت على دعم قوات الاحتلال، لكن في التركيز على الكلام في التصريحات الى ضروره حل الدولتين. يعني في ظني وتقديري ان المجتمع الدولي على الرغم من ان هو بيتحرك في اتجاه تقديم كافه اوجه الدعم واعطاء الدور الاخضر لاسرائيل للتحرك في اتجاه تصفيه المقاومه الفلسطينيه، الا انه مدرك انه يعني اسرائيل يا استاذ محمد دوله وظيفيه تم زراعتها في المنطقه لتحقيق اهداف القوى الكبرى، وبالتالي هذه الدوله الوظيفيه لن يسمح باي حال من الاحوال المجتمع الغربي على عدم وجود اسرائيل، ورئيس بايدن قال اذا لم تكن اسرائيل موجوده لوجدناها. ده تصريحات قديمه دي تقريبا في الثمانينات وقعدها مره اخرى قريب. يعني هو المبدا ثابت، وبالتالي واضح جدا ان دوله الاحتلال الاسرائيلي موجوده، ولكن في نفس الوقت المقاومه الفلسطينيه هذه المره أظهرت أن لها أنياب وأنياب حقيقية تستطيع أن تؤلم بها الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت قادرة على توجيه ضربات داخل العمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أصبح المجتمع الدولي مدرك أن هناك خطورة حقيقية. خمس حروب، هل المقاومة الفلسطينية ضعفت؟ بالعكس، دي أصبحت أكثر قوة أكثر شراسة، وبالتالي المجتمع الدولي أصبح مدرك أنه يعني حتى الرئيس بايدن بيقول لك إن لن نعود قبل يوم 7 أكتوبر، يعني هو هيتعامل وفقا لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ولكن تنفيذ حل مبدأ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إن أرادت فتستطيع أن تضغط على إسرائيل لفتح مسار، وده اللي أكد عليه الرئيس ماكرون بالأمس وقال بشكل واضح إن سندعو إلى مؤتمر سلام، لأن ده يتفق مع السردية الغربية اللي هي تريد
أمان إسرائيل، استقرار إسرائيل، تثبيت دعائم الدولة الإسرائيلية في هذه المنطقة. السلام ده ليهم هم، السلام ليهم هم اللي محتاجينه دلوقتي، سلامهم لأن هناك خطورة حقيقية واضحة على أمن إسرائيل في ظل أن حالة الانسداد السياسي وفقدان الحالة السياسية وفقدان الحل السياسي لدى الشعب الفلسطيني سيؤدي بما لدى مجال الشك إلى أن يتحول قطاع غزة إلى أكبر جيش بري في العالم، وهو هيكون 2 مليون ونص هيحاربوا هذا الكيان، لأن هم حتى في العملية البرية إسرائيل هتواجه بشكل كبير جدا أوضاع كارثية. على ذكر بقى حضرتك لحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العمل على إعداد خطة كبيرة وشاملة لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية وأيضا الاجتياح البري لقطاع غزة، هل يمكن أن نرى تغير في المواقف الدولية عقب هذا الاجتياح البري؟ إحنا شايفين مؤخرا كان في تخبط أصلا في القرارات والإيرادات الغربية لهذا الاجتياح البري، فإيه السيناريوهات المتوقعة خلال الأيام القادمة؟ لأنه هل هذا الاجتياح البري بالمناسبة هيعقد الموقف أكثر فأكثر، ده بجانب طبعا الكارثة الإنسانية اللي هتكون موجودة. يعني إحنا الله أعلم جداً أستاذ جمال، إحنا بعد ما نحاول نرجع طبعا الاتصالات بقطاع غزة الله أعلم كيف سنجد غزة. سؤال مهم جدا، لأن نتنياهو في مأزق حقيقي. من يحرك هذه الآلة لكي لا تتوقف هو نتنياهو، لأن نتنياهو بشكل واضح جدا إن توقفت العملية العسكرية الآن وقبل بهدنة دائمة معنى ذلك أنه قد مات إكلينيكيا وخرج من المشهد تماما من الناحية السياسية ويتجه إلى المحاكمة. ولكن على الناحية الأخرى هناك ضغوط غربية حقيقية لكي لا يتم الاجتياح البري لقطاع غزة. ماذا بعد؟ وده اللي قالته له الولايات المتحدة الأمريكية وقالت له بشكل واضح، أنت بعد الاجتياح البري إيه هي خطتك؟ أنت هتبقى هتحتل شمال قطاع غزة، هتحتل هتقيم قواعد عسكرية، يعني إيه هو المخطط اللي أنت هتعمله؟ وهل هتحقق هذه العملية النتائج المرجوة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية؟ بالإضافة إلى أن في الداخل الإسرائيلي في انقسام واضح. انقسام واضح جدا، يعني في 3 وزراء لوحوا بالاستقالة، في الداخل الإسرائيلي كان نتنياهو وحكومته بيلاوحوا دائما بعدم أهمية ورقة الأسرة، ولكن الآن بدأ يبقى في ضغوط حقيقية في الداخل الإسرائيلي في هذه الجزئية، بالإضافة إلى ضغوط أوروبية للكثير، لأن احنا بنتحدث عن 7 جنسيات موجودين لدى المقاومة الفلسطينية، وده بيؤدي وبشكل كبير إلى ضغوط حقيقية حتى يحصلوا على أسراهم. وأيضا الضغط بيقول بشكل واضح أنت كده طالما هتتفاوض على الأسرة تفاوض الآن ولا تتفاوض بعد عام أو عامين. يعني إيه هي رؤيتك لو أنت سبتهم عام أو عامين عند المقاومة، عام أو عامين عند المقاومة الفلسطينية؟ تفاوض الآن ثم بعد ذلك طالما في نية التفاوض من الأساس تفاوض الآن وأحصل عليهم الآن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى إن إسرائيل في ظني وتقديري لديها حالة من عدم الثقة ما بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، دي جزئية. الجزئية الأخرى إن إسرائيل بعد سقوط أكثر من 1400 قتيل يعني بدأ يبقى في حالة نفسية ومعنوية بالنسبة للجيش الإسرائيلي في أسوأ حالتها، وده اللي تشكيك بالدولة الإسرائيلية وقدرتها في حد ذاتها وقدرتها، وبالتالي الإقدام على العملية العسكرية الآن ده أظن وفي حالة سقوط ضحايا سيؤدي بما لدى مجال الشك إلى دخول إسرائيل في حالة من الانقسام الشعبي الحاد، وليس حتى على مستوى القوات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أرى أن إسرائيل ستتأخر في اتخاذ قرارها البري، من الممكن أن تتوغل بريا نسبيا وتعود مرة أخرى في ظل أن أيضا غزة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ستكون مقبرة كالفخ، يعني إحنا بنتحدث عن دولة أو مدينة داخل مدينة، بالإضافة إلى أنها لن تكون حرب نظامية بالمعنى المفتوح، ولكنها ستكون حرب شوارع أو حرب عصابات أكيد هيتفوق فيها أبناء البلد اللي هم حافظين شكل بلدهم، ويعني التاريخ يعيد نفسه، يعني كل هذه الأنماط من الحرب جيش نظامي ضد فيتنام أفغانستان كلها بتؤكد على المعنى اللي حضرتك بتقول عليه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، شرفتنا يا فندم. تحياتي لوجودي مع سيادتك. شكرا لحضرتك. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. وموت حتى برأته سالت دم الطاهر على كراته.
بعمر ضلام. وما ارتعش الجسد الطفل وبقى في ايدين الله، بكت العذراء الام وصرخت قال يا ولدان. عاش الظلم المر الغادر صاد العدل ونام. هنا بنقول ارضنا ارضنا دمنا امنا، من هنا بنقول ارضنا ارضنا دمنا امنا، من بدنا جايين من هنا القدس هترجع لنا. وعلى الرغم من كل المشاهد اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي، لا تزال ازدواجية الإعلام الغربي مستمرة في محاولة لتغطية انتهاكات قوات الاحتلال في غزة وتجاهله للمدنيين في القطاع. الإعلام الغربي بيروج لأكاذيب وبيزيف الحقائق وبيتجاهل مذابح وإبادة للشعب الفلسطيني. يعني في كل اللي احنا شايفينه ده، الحقيقة مش بس بيزيف الحقائق، لو ما عرفش يزيفها بيمحيها تماما. واعتقد ان ده شيء كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجيه المعايير في التداول الاعلامي، ودي جريمه في حق شعب بيدافع عن حقه وارضه المحتله في تغطيه الاحداث منذ 7 اكتوبر. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عشان نتكلم فيه كل هذه التفاصيل. نرحب بحضرتك يا فندم ويعني منورنا، في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مشاهد غايه في القسوه، صعبه جدا. اعتقد انه ما ينفعش، يعني فكره حتى انه تزييف الحقائق يعني حتى فيها صعب جدا. وعلى بالرغم من ده بنشوف انه بالعكس، احنا كنا بنتابع ان في بالفعل نوافذ اعلاميه غربيه بتاخد المشاهد دي وبتنسبها للكيان الاسرائيلي، ان دي مشاهد عنف حصلت جوه الكيان الاسرائيلي او في دوله اسرائيل. يعني عايز اعرف من حضرتك يعني ما يحدث من النوافذ الاعلاميه الغربيه، رؤيتك ليها، شايف التغطيه الاعلاميه الغربيه لما يحدث في قطاع غزه منذ 7 اكتوبر ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لا يخفى على احد ان انحياز الغرب بشكل كامل لاسرائيل ومن وراءها امريكا في المخطط لاجتياح غزه او لتنفيذ مخطط بيحلموا به من عشرات السنين. اللي بيحصل من الإعلام الغربي هو مش غريب على الإعلام الغربي، لأن هم ما عندهمش مواثيق شرف إعلامي يلتزموا به، لكنهم دائما في الأزمات وفي الحروب بينتهجوا سياسة تنفيذ الأجندة الواحدة اللي هم بيعتمدوا عليها في تنفيذ المخطط اللي بتستهدفه الدولة أو مجموعة هذه الدول. لكن لابد أن نتفق أن الإعلام الغربي منذ 7 أكتوبر في تغطيته للأحداث ويعني بيصور بشكل مباشر للعالم كله أن حركة حماس هي مثل تنظيم داعش، وأن عبارة عن مجموعة من الإرهابيين اقتحموا إسرائيل وقاموا بعمليات إرهابية داخل إسرائيل إلى أن حدث الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني. هنا حصل تحول في رؤية الإعلام الغربي وفي نقله للحدث، ولابد أن نعترف بده، وده ليه معايير وتحليل لازم أن احنا نقف عند هذه النقطة عشان نقدر نقول إمتى الإعلام نقدر نحوله. هنا حصلت كارثة إنسانية لا يستطيع الإعلام الغربي إغفالها، لأنه لو هو أغفل كارثة إنسانية زي دي، المواطن هيتناولها عبر وسائل إعلام مختلفة من دول أخرى وهينتقد إعلامه هو. فلابد أن نعلم أن في هذه النقطة تحديدا أن الإعلام له وسائل ضغط تقدر من خلاله تحركه، له وسائل تقدر ترجعه عند التحول عندما يتحول في نقطة أو أخرى. فلابد أن نعترف هنا أن الإعلام الغربي في تنفيذه لأجندته في أمور هو لا يستطيع، لم يتمكن أن هو يحيد عنها. التصريح اللي طلعته قيادات قادة إسرائيلية في الجيش الإسرائيلي بأن سبب ضرب مستشفى المعمداني أن تحتها نفق وأسلحة لحركة حماس، وده اللي نفته حركة حماس، وطبعا شيء غير معقول. أولا التصريح طلع بعد عدة أيام من ضرب المستشفى، وده يدل على أن الإعلام وقبلها الغربي اصلا كان في يعني تنصل من انه الكيان الاسرائيلي هو اللي ضرب المستشفى. الاول كانوا بيقولوا مش احنا اللي ضربناها اصلا. بالظبط. لما دلوقتي بيعترفوا بيقولوا ان سبب ضرب المستشفى هو ان في انفاق وفي اسلحه لحركه حماس
في أسفل المستشفى، وده اللي نفته حركة حماس. الاعتراف من دولة إسرائيل في هذا التوقيت وبعد عدة أيام من ضرب المستشفى الميداني إن دل على شيء يدل على إن إعلام الغرب عندما أذاع هذه الحادثة أثر في الشارع الغربي بشكل واضح. دول الاتحاد الأوروبي بتناصر وتساند أمريكا وتدعم قرارات أمريكا وإسرائيل في الحرب، إلا أن الأحداث الأخيرة غيرت وجهة نظر البعض في الشارع الغربي، والدليل على أن بعض الأحزاب اليسارية في دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تضامنها مع غزة، والتحول ده يقلق إسرائيل ويقلق أمريكا أيضا. فلا بد ان هم بشكل او باخر يحاولوا ان هم يسيطروا على اعلام الغرب حتى لا تتحول القضيه الى قضيه راي عام يثير الشارع وشعوب العالم ضدهم وضد قراراتهم. هل هذا التحول من وجهه نظر حضرتك شايفه ليه مآرب سياسيه اخرى، ولا هو فعلا دعما للانسانيه مش هنقول القضيه الفلسطينيه؟ لا، هو هنقول برضو في الغالب ان الاغلب ان ليه شكل انساني كبير. يعني كل شعوب العالم بيحصل عندها حروب وبيحصل عندها أزمات، والإنسان بطبيعته بيتأثر بالأحداث الدموية والأحداث الاغتيالات خاصة للأطفال وغيرها. ولازم برضو المشاهد يعلم جيدا أن إعلام الغرب لم ينشر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أي واقعة إنسانية لطفل تم اغتياله ولا امرأة تم اغتيالها، ولكن كل ما يذاع من إعلام الغرب هي يعني مشاهد خاطفة لعمليات جماعية وإطلاق صواريخ من بعيد، وبيزاع أن الهدف منها فقط هو القضاء على حماس الإرهابية من وجهة نظره. طب جميل، بيبررها إزاي دي؟ يعني حتى لو مشاهد بسيطة بيعرضها مثلا لقتل أطفال، بيبررها إزاي الإعلام؟ يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن مستشفى المعمداني، في البداية طلعوا بالفعل زي ما كانت جوانا بتقول وتنصلوا من ده وقالوا أن ده صاروخ أطلق بالخطأ من المقاومة فأصاب المستشفى، وبعد شوية شفنا التصميم اللي هم عاملينه ده، وإن في أسفل المستشفى في دور كامل تحت في مراكز للقيادة، وإن حماس بتطلق عملياتها من هذا المكان. الإعلام بيبرر ده ازاي؟ نقول الاول يا فندم، الاعلام الغربي تناول الحادثه منذ 7 اكتوبر ازاي؟ اولا لما حركه حماس اخترقت الجدار الواقي لاسرائيل، واللي المفروض ما فيش يعني نمله تعدي من عليه دون ان ترصد، ويتعامل معها فورا يعني اكبر الاجهزه في اسرائيل، تدخل حركه حماس وعلى مدار 6 ساعات تعمل كل اللي هي عايزاه من رد فعل. لازم نبين للعالم بقى هنا التناول في الإعلام الصحيح. ما قامت به حماس هو رد فعل للاغتيالات والانتهاكات التي تحدث من إسرائيل على مدار عشرات السنين الماضية. فهنا الغرب لما صور الواقع على إنها إرهابية، لكن في الواقع ده رد فعل لكل ما يحدث من اغتيالات من الجيش الإسرائيلي في غزة خلال السنوات العشر الماضية. هما ما بينقلوش الحقيقة، المفروض بقى على الإعلام العربي إن هو يوضح كل هذه الحقائق. من سنة 47 وغزة بيحصل فيها انتهاكات، سنة 78 طلعت حركة حماس في 40 سنة. طب ال 40 سنة دول راحوا فين؟ يعني حركة حماس عمرها، والضفة الغربية ما فيهاش فيها حركة حماس، ما فيش فيها حركة حماس بالضبط. ال 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 الحاجة الثانية، صوروا طبعا للغرب ان دي عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل، نقلوا وزيفوا الحقائق بشكل كامل وأقنعوا الشارع الغربي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن دي عمليات إرهابية تتم على أرضها، وده عكس الحقائق تماما. لم يصوروا ولم يشرحوا كل ما حدث من الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية. على الإعلام إن هو ينشر الحقائق دي ويقول اتفاقية أوسلو راحت فين، اللي عرفت بإعلان المبادئ اللي وقعت عليها إسرائيل وفلسطين في 93، وحددت دور كل دولة وحق كل دولة في إنها تعيش في أمان ولها حدودها. لما تخترق إسرائيل هذه الاتفاقية المهمة يبقى ما فيش اتفاقية كامب ديفيد بقى اللي وقعتها مع مصر، ولا الاتفاقية اللي وقعتها مع الأردن. إسرائيل بتنتهك كل الاتفاقيات الدولية على مرأى ومسمع للجميع، لكن هم شاطرين جدا في إن هم يقودوا إعلامهم نحو إن هم يحققوا هدفهم ويوصلوا للشارع وجهة نظرهم إن هم صح وإن هم بيشتغلوا لصالح دولتهم وللدفاع عن شعبهم بشكل أو بآخر. على الإعلام العربي
بالكامل انه لابد ان يعي هذا وانه يشتغل ويوضح وجهه النظر الصحيحه. احنا اعلامنا الاعلام المصري كان ناجح جدا خلال الفتره اللي فاتت في نقل الاحداث وتصويرها بشكل يعني كبير بانحياز كامل للشارع وما يحدث في الشارع دون انحياز لاي طرف من الاطراف. عفوا. يعني هنيجي نقول نظرة الإعلام قمة القاهرة مثلا للسلام اللي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة دي مثلا غطتها 48 وسيلة إعلام أجنبية ما بين قنوات فضائيات صحف. بصراحة ده نجاح كبير للإعلام المصري عندما تحضر 48 وسيلة إعلام أجنبية لتغطية حدث هام زي ده، يبقى وسائل الإعلام دي نقلت الحقيقة كما هي، نقلت كل ما يقال كما هو. لكن لو ما حصلش ده بتلاقي وسائل الإعلام الغربية بتحرف الواقع وبتنقل اللي على مزاجها بس وتسيب اللي على مزاجها. اللي أنا عايز أقوله هنا، لابد على الإعلام العربي إنه يكون فيه اتحاد، وده أنا يعني بشوف من وجهة نظري إنه حان الوقت أن يكون للإعلام العربي كيان إعلامي عربي واحد يتحد فيه ويكون ليه رؤية موحدة وخطاب إعلامي موحد يخاطب به العالم عشان يقدر يغزو به فكر العالم كما تفعل إسرائيل ومن وراءها أمريكا في السيطرة على عقول شعوب الغرب باستخدام الإعلام. طيب سيادة النائب، لو رجعنا مرة تانية كده وشفنا الصورة من بعيد للإعلام الغربي، هنلاقي أن في كمان مواقف حصلت مش معتادين عليها. على سبيل المثال مذيعة قناة سي ان ان سارة سيدنر اللي خرجت في وقت من الأوقات قالت أنه حماس قامت بقطع رؤوس الأطفال وأنه في مشاهد للاعتداء على النساء و وبعد أكتر يعني عدى يوم أو يومين تقريبا بعد كده خرجت نفس المذيعة واعتذرت وقالت أنه بالنص يعني أو ترجمة اللي قالته، قالت أنه كان يجب علي أن أتحقق من الخبر، وقالت إن هي نقلته عن مصادر لها علاقة بالكيان الإسرائيلي. وعلى الجانب الآخر في مذيعين كبار الحقيقة في عدة شبكات وعدة قنوات أخرى لما لقوا إن في مواجهات مع داعمين للقضية الفلسطينية أيا كانوا عرب أو حتى أجانب، لقوا نفسهم أمام مأزق حقيقي لأنهم حتى ما كانوش عارفين برغم كل ما يتبنوه مش عارفين يردوا على حديث والحقائق اللي بيتبناها الأشخاص المتضامنين مع القضية الفلسطينية. شايف الإعلام الغربي الآن بيتعرض لمأزق ليه علاقة بالمصداقية اللي هو يعتبر أساس الإعلام وأساس ثقة المشاهدين في هذا الإعلام وهذه الأبواق أو النوافذ الإعلامية؟ ده كلام حقيقي طبعا، لأن الاعتداء الغاشم اللي قامت به إسرائيل خلال الأيام الماضية على قطاع غزة وقتلها للأطفال وللنساء، أولا ده دليل على أن إسرائيل في حالة من التخبط. وطبعا اللي حصل في 7 أكتوبر أكيد الشارع الإسرائيلي هيحاسب عليه حكومة إسرائيل، والكنيسة هيكون ليها ردة فعل لهذا، وهل فعلا ده فشل استخباراتي أم هو وراءه أسباب أخرى. وطبعا علشان الحكومة الإسرائيلية تحفظ ماء وجهها أمام شعبها وأمام العالم، فبيكون ليها رد فعل يعني غير محسوب، رد فعل بنشوفه بالشكل الغاشم اللي هو حاصل دلوقتي. طبعا الكلام ده لما بيحصل وبيقوم الإعلام الغربي ينساق وراء ما تفعله إسرائيل دون أن يحسب حساباته، بيقع في هذا المأزق اللي هو وقع فيه الآن، واللي هي وقع فيه أيضا حكومة إسرائيل، لأن القنوات الإعلام الغربي نقلت نقل أعمى لما تقوله إسرائيل ولما تفعله إسرائيل دون وضع الحسابات الأخرى في حساباتها في خلال نقل الأحداث أو نقل وتزييف الحقائق كما يفعلون. إعلام الغرب فعلا دلوقتي حقيقة هو أمام أزمة حقيقية، أنه ينشر شائعات ولم يذيع الحقائق كما هي وينحاز لطرف دون الآخر، وعليه بالفعل أنه هو يعود إلى صوابه ويرصد الحقائق
كما هي من على أرض الواقع دون تحيز لطرف دون الآخر. إعلام الغرب خلال العشرات السنوات الماضية بالفعل والكل يعلم ذلك ان هو بينفذ اجندات خارجيه ولا يلتزم زي مش زي عندنا في مصر او في الدول الاخرى بيلتزم بميثاق شرف اعلامي. احنا عندنا في مصر في ميثاق شرف اعلامي وهو ده اللي انا بطالب بيه ان مصر تتبنى انشاء كيان اعلامي عربي موحد يكون له ميثاق شرف اعلامي نقدر نقول للغرب احنا اقوى منكم وعندنا ميثاق شرف اعلامي وننقل الحقائق لا نزيفها لا نحرفها وعندنا إعلام نقدر نخاطب به شعوب العالم وليس حكومات العالم. شعوب العالم هي اللي بتتأثر بالإعلام، شعوب العالم لما بتتحرك هي اللي بتأثر على حكوماتها وبتأثر على قراراتها. عظيم جدا. وعلى الرغم من ده اللي كانت جمانة بتتكلم عنه في مذيعة سي ان ان لم ينتشر التصحيح اللي قالته كما انتشرت الشائعات في البداية ودي مشكلة كبيرة جدا. لكن لما نيجي نتكلم برضو عن جزء آخر من تغطية الإعلام في بي بي سي، احنا شفنا حتى غليان في داخل بي بي سي واستقالات جماعية لعدد كبير من الصحفيين هناك نتيجة اعتراضهم على النهج اللي بتتبعه في هذه التغطية. شايف ازاي اتعاملت هيئة الإذاعة البريطانية مع هذه التغطية؟ حتى كان في تقرير اكيد حضرتك شفته وتابعته بيتكلموا عن ان حماس بتبني قواعد وبتتحرك اسفل المستشفيات وده اعتقد انه بعديها على طول شفنا استهداف مستشفى الاهلي المعمدين. البي بي سي زيها زي كتير من القنوات اللي بتنقل في مصر لابد من تحييدها، وده اللي حصل قبل كده عندما قامت البي بي سي بنقل صورة عن مصر غير صحيحة في تنظيمها لحقوق الإنسان وقديما أثناء العدوان الثلاثي بالضبط. وكان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقتها دور مهم جدا في إن هو يحاسب البي بي سي ويلزمها بميثاق شرف إعلامي موجود في مصر، وده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك لما في مجلس النواب طلعنا في 2018 قانون تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المجلس قام بإعداد لائحة لتنظيم هذا القانون وميثاق شرف إعلامي، وكان ساعتها الأستاذ جمال شوقي هو وكيل المجلس ودعا قناة البي بي سي وألزمهم بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وبالقانون المصري ونجح في أن هو يحيدها. فعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هو يعمل يقوم بهذا الدور نحو كل القنوات التي تذاع من مصر وعلى رأسها البي بي سي، لأنهم مش هيقدروا لما يجوا قدام القانون ولائحة فيها ميثاق شرف إعلامي بتنظم العمل وفق القانون ووفق العدل والمساواة في الشارع مستحيل ان هم هيقدروا يحيدوا عنه، واكيد هننجح في ان احنا نحيدهم. اللي بتعمله البي بي سي النهاردة وغيرها من القنوات طبعا هو بينفذوا الأجندة الخارجية كما هي بحذافيرها دون النظر الى اي معايير اخرى ودون النظر الى اي اعتبارات. لكن زي ما حضرتك قلت يا سيادة النائب، هو بالفعل الضغط الشعبي وحتى يمكن مواقع التواصل الاجتماعي والاشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ان كانوا المصريين العرب الاجانب بالفعل يعني ضغطوا على هذه الابواق والنوافذ الاعلاميه الغربيه بشكل كبير جدا، وضحوا كمان تزييفهم للحقائق، وشفنا كمان الناس بقت تدور على القضيه الفلسطينيه وتعرف الازمه ابتدت من امتى. سؤالي هنا لحضرتك يا فندم انه شايفين انه في استهداف من قبل الكيان الاسرائيلي للصحفيين في قطاع غزه، شايفين انه حتى مع بدء عمليه الاجتياح الباري لقطاع غزه اول حاجه حصلت هو قطع الاتصال وقطع الانترنت، حضرتك تفسر ده بايه؟ طبعا إسرائيل منزعجة جدا بما ينقله وسائل إعلام مختلفة للحقائق على أرض غزة واستهدافها للصحفيين، ده أكيد هدف كبير جدا علشان هي عايزة تخفي الحقائق ومش عايزة أي وسيلة إعلام يعني ده يعني فشلها فشل إسرائيل في كان إسرائيلي في تزييف الحقائق. أكيد طبعا هو إسرائيل كل ما تفعله الآن هو مخالف للقانون الدولي ولقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والاتفاقيات الدولية وهي تعلم ذلك جيدا وهي بتخالف ده وهي على علم بده، لكن كل ما تسعى إليه الآن هي إن الحقائق دي ما توصلش لشعوب العالم ويصل لحكومات وشعوب العالم فقط،
كل ما هي تستهدفه بأن إسرائيل هي الضحية، بأن الشعب الإسرائيلي هو الذي تم اغتياله وتم الاعتداء عليه من قبل جماعات إرهابية كما يدعون اللي هي حركة حماس، وإن ما تفعله على أرض غزة الآن هي القضاء على الإرهاب اللي هي بتصوره مثل داعش اللي هي حركة حماس، داعش اللي هي صناعتهم هم أصلا، داعش اللي اختفت مرة واحدة عن الوجود وما بقاش لها أي وجود وظهرت فقط هي حماس، هي هو مسلسل هزيل اخترعوه هم، وهم اللي صنعوه وهم اللي أخفوه في الوقت المناسب عشان يظهر أمام العالم إن حركة حماس هي البديل لداعش على الأرض على غير الحقيقة. لكن يظل السيد النائب موقف مصر واضح وثابت بكل مؤسساتها بإعلامها، وكمان الموقف الشعبي واضح في نصرة القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا سيد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب. شكرا. شكرا كيفا. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضل يا لميا. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة. وفي تدوينات على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي إن القرار تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، معربا عن أمله أن يتم قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندت الحق الفلسطيني والعربي الداعي لوقف العنف في غزة. وخلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، اعتبر مندوب مصر أن موافقة 120 دولة على مشروع القرار العربي والداعي لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة انتصار للإنسانية، مؤكدا التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ووجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، معتبرا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا على أن على العالم أن يتعامل بجدية مع نتائج التصويت. رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة فورية في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن. وأكد أبو الغيط على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية بما فيها الوقود إلى القطاع. على جانب آخر، أعرب أبو الغيط كذلك عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذلك بمبادرة إسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة، كما طال القصف محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من 10 مرات على محيط هذين المستشفيتين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف منازل المواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى. وأيضا تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء،
بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة. من جانبها أعلنت حركة حماس فشل التوغل البري الذي شنه الاحتلال، أيضا مشيرة إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى أكثر من 7415 شهيدا و 20517 جريحا. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة و 110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا و 1950 في الضفة. وذكرت الوزارة في تقريرها أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين. خرج الآلاف من الفلسطينيين في مسيرات للتأييد والغضب في مدن الضفة الغربية المحتلة من شمالها وحتى جنوبها، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق وقصف من البر والبحر والجو. وطلب المشاركون في المسيرات التي انطلقت في جنين ونابلس وتوركرم شمالا ورام الله بوسط الضفة والخليل جنوبا بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستحالة من الغليان والاحتقان الشديدة في مدن الضفة، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط. وفي سياق آخر قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ناقشا العمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد ساعات من المحادثات جمعت الوزير الصيني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن يكون اللقاء على هامش قمة منتدى للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية وما زال حديثنا مستمر عن التصعيد اللا إنساني في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي حطم الأرقام القياسية في انتهاك الأعراف والمعاهدات الدولية من جرائمه العبارة عن قتل، تعذيب، إبادة جماعية، تهجير قسري، سجن المدنيين في فلسطين، كمان قصف المستمر لمدة 20 يوم متتالية على غزة واللي أدى لاستشهاد وإصابة آلاف المدنيين اللي بيدافعوا عن أرضهم من ظلم الكيان الصهيوني، استشهاد أطفال ونساء اللي بيمثلوا أكتر من 60% من الشهداء في قطاع غزة. وده طبعا زي ما انت ذكرتي العدد ده العدد المعلن، ما زال هناك طبعاً أطفال وشهداء كثر تحت الأنقاض. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن انتهاك إسرائيل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية على مدار التاريخ واستمراره في قصف المدنيين في فلسطين، بنرحب في فقرتنا بالدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. يا دكتور صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. يا أهلا وسهلا بيك يا فندم، حضرتك منورنا في صباح الخير يا مصر. الله يسلمك. في البداية عايزين تعليق من حضرتك عما حدث بالأمس، يمكن اللي حصل العشرين يوم اللي فاتوا كان شيء واللي حصل امبارح بيوازي ما حدث خلال العشرين يوم الماضية من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال. يعني بصراحة أنه اليوم بدأنا ندخل في اليوم 22 من هذه الحرب، بالأمس دخلنا المرحلة الثانية كما أطلق عليها وزير الحرب الإسرائيلي جالنت، أننا سنبدأ المرحلة الثانية وستكون أعنف من المرحلة الأولى. واضح أن بالأمس الآن تحدث عن قرابة 16 ساعة غزة خارج الخدمة بشكل كامل، لا نستطيع أن نتصل إلا بما ندر على بعض الشبكات الدولية اللي لازالت ولكن عددها محدود جدا في غزة. كانت ليلة أمس دامية كما أشرنا، وقفت الاتصال عن غزة، تم عملية تعمية كاملة لغزة حتى لا يرى العالم الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا الفلسطيني. حسب ما لدينا المعلومات هناك مئات الشهداء منذ مساء أمس حتى الآن، والأسعاف لا تستطيع أن تصل إليهم في تخوم قطاع غزة، في بيت حنون، في البريج، في الشاطئ على سبيل المثال لوحده هدم منزل به نازحين، قرابة 100 شهيد حتى هذه اللحظة. المعلومات الأولية اللي بتوصلنا محدودة وكأنها بالقطار، نستطيع أن نصل إلى معلومات بين الفينة والأخرى.
هذه الحرب المصرورة التي يصر الاحتلال على استمرارها، كما أشرتم نصف الشهداء من الأطفال وثلث والبقية طبعا بين النساء والشيوخ ويعني بعض الرجال، وبالتالي هذه حرب مصرورة لا تميز بين طفل امرأة شيخ، وهو ينفذ ما يريد لأنه أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يفصل غزة عن العالم هذا أولا للتغطية عن جريمته، أبلغ طبعا وكالات الأنباء الأجنبية له لا يستطيع حمايتهم وهم عددهم الآن يتقلص بشكل كبير جدا. الصليب الأحمر لم نعد يتصل مع كل وحداته وكان له دور في متابعة الأحداث في غزة. الأمم المتحدة تعلن أنها لا تستطيع أن تستمر في ظل هذه الأجواء، بالتالي كل هذا الأمر يعطي دلالة أن غزة تتعرض لمذبحة بكل معنى الكلمة كما وصفها رئيس كولومبيا أمس، وبالتالي نتحدث عن مجازر ترتكب بشكل كامل. يمكن من وقاحة الاحتلال، وأنا أتابع الإعلام العبري قبل يمكن أقل من ساعة، قال الاحتلال أشار أنه إن استمرينا في الحرب البرية وتوسعنا فإننا سنزيد من حجم المساعدات التي تصل غزة، وكان غزة بحاجة للمساعدات مش بحاجة لوقف هذه الحرب المسعورة على شعبنا الفلسطيني. وبالتالي نرى أنه هناك وقاحة من الاحتلال في تنفيذ هذه الحرب، وقاحة في استمراره في ذلك، وللأسف الشديد هو منح ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من فرنسا، وكأنه بالفعل الآن هو لا يقضي على المقاوم، وحقيقة الأمر أنه يقضي على الشعب الفلسطيني. وأيضا قبل أيضا أقل من ساعة طلب من سكان الشمال مرة أخرى بمغادرة اتجاه الجنوب، وكأن الموشح أو السمفونية في عقل الجانب الإسرائيلي هو إزاحة الفلسطينيين باتجاه مصر لشطب القضية الفلسطينية. نحن ندرك أن هذه معركة حاسمة بصراحة، وأنا أتواصل يعني أبنائي في غزة وأحباتي وأخواتي وأصدقائي في غزة، ندرك أن هذه معركة حاسمة. نحن لاجئين من عام 48، لن نعيد هذا المشهد مرة أخرى، إما أن نعيش هذه المرة أحرارا أو نموت كراما، لكن أن نعود مرة أخرى للهجرة ومرحلة تيه مرة أخرى إن كانت في سين أو في أي بلد تاني هذا مرفوض. نحن سنستمر في غزة. وقصفت المنازل أمس على وحتى فجر اليوم على سكان الشمال ولم يتركوها، لذلك أقول لكم أن عدد الشهداء في الشمال كبير، الأسعاف لا تستطيع أن تصل للأسف الشديد، وبالتالي ليس لدينا سوى التضرع للرب يعني أن يستطيع أن ينقذ ما يمكن من شعبنا الفلسطيني. ربنا يلطف بيهم بإذن الله. الحقيقة زي ما حضرتك تحدثت عن التعتيم الكامل لما يحدث في قطاع غزة تحديدا منذ أمس وبدء الاجتياح البري لقطاع غزة، عايز أعرف من حضرتك مبدئيا يعني إحنا حتى الآن مش قادرين حتى نتخيل كيف ستكون غزة، وكيف سيكون المشهد عند معاودة الاتصال مرة أخرى بقطاع غزة. هل هناك قلق كمان متزايد على حياة الصحفيين كمان اللي موجودين هناك في قطاع غزة؟ هل في قلق من أنه هيكون في استهداف بالأخص للصحفيين في غزة، أنهم كانوا الحقيقة يعني دائما ما كانوا يبقوا عين على ما يحدث في قطاع غزة، وطول الوقت حتى إحنا متابعين كلنا متابعين جيدين جدا ليهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. برؤية حضرتك كيف سنجد غزة بعد عودة الاتصال بقطاع غزة؟ يعني أتمنى أن لا يطول فترة قطاع غزة على الاتصال، وبنتحدث عن حتى ذا اللحظة 24 صحفي استشهدوا في هذه الأحداث، والصحفيين بالنسبة للاحتلال مستهدفين مثلهم مثل أي مقاتل وليس مواطن عادي، لأنه بالنسبة لهم هذا مقاتل في الميدان ينقل جرائم الاحتلال، وبالتالي هو يريد أن ينهي وجود أي إعلام في غزة، يريد أن يحدث حالة تعمية كاملة حتى لا ترى الناس حقيقة الجرائم التي تحدث في غزة. نحن ما نخشى يمكن كثيرون من هم يعيشون خارج غزة وأهلهم في غزة يقولوا الاتصال قطع في غزة، هل سنعيد الاتصال في غزة ونجد من أحبتنا لا زالوا أحياء؟ هذا الأمر يعطي دلالة على حجم المجهول الذي ينتظر غزة. عندما أنت لا تستطيع أن تطمن يوميا تطمئن على أحبتك وأهلك الذين يقصفوا بشكل كامل، تضمد جراحهم حتى بالكلمة، هذا كله الآن انقطع، هم الآن يواجهون مصيرهم لوحدهم. كل هذا الأمر يعطي دلالة على أنه حتى لو عاد الاتصال أو وقفت هذه الحرب، غزة دمرت. أختي الكريمة أخي الكريم وكل السادة المشاهدين، غزة أعيدت كما قال جالنت في اليوم الأول وزير الحرب، سنعيدها 50 عاما الوراء. غزة الآن عادت 50 عاما إلى الوراء، بنى تحتية دمرت، شوارع، مؤسسات، جامعات، مدارس بنيت على مستشفيات بالتأكيد، ومخطط حتى في ذكر المستشفيات. أمس كان التحريض على مستشفى الشفاء وكان تحته أنفاق
وطبعا وصواريخ، هذا تجهيزا لعمليه قصف مستشفى الشفاء، وقد نجد في حتى يبرروا هذه العمليه اذا فعلوها يعني. طيب بالضبط. بما ان حضرتك بتقول انك بتتواصل مع الاهل والاصدقاء، الوضع هناك عامل ازاي؟ الوضع المعيشي هناك عامل ازاي على الاقل خلال الفتره دي؟ لا الوضع صعب، الوضع صعب عندما تحدث انه 1,600,000 نسمه تركوا منازلهم، يعني من بقى في منازلهم لا يتجاوز طبعا 600,000 إلى 700,000، وليس كمان ايضا في منزل عادي، هو يكون في المنزل تعيش اسره بدل ما هي 500 في منزل واحد، يكون نتيجه انه يتجمع في مكان يعتبرون انه اكثر امانا فيقصف، فنجد نسبه الشهداء يكون رقم كبير. على سبيل المثال في عائله زارب في رفح كانوا تجمعت العائله كلها في مكان واحد، او عائله العايده وغيره، في عائلات كثيره وانت تتحدث تجد ان اكثر من 70 عائله شطبت بشكل كامل من السجل المدني، لانه قصفت وكانت الاب والام والجد والاحفاد جميعهم في مكان واحد فقتلوا جميعا. هذا نتيجه طبعا انه الوضع المأساوي في الجامعات، في المدارس التي تمت عملية بمثابة أماكن إيواء، لا توجد مقومات حياة. يعني أنا أتواصل مع يعني أهلنا هناك، يعني في يوم من الأيام عندما يقضي يومه كامل بوحدة تمر وشوية ماء أو رغيف عيش بالكاد، ورغيف العيش الصغير، يعني المأساة تزداد نتيجة أيضا غزة مثلها يعني أقل من أي دولة، ليس لديها مخزون استراتيجي للدقيق على سبيل المثال، وبالتالي مخزونها كان على مدار 4-5 أيام فقط وينتهي، وبالتالي كانت ماكينة الإدخال من الغذاء الذي كان في المعابر التجارية عبر الجانب الإسرائيلي أو الجانب المصري هي يوميا تدخل شاحنات الغذاء، عندما يتوقف على مدار 20 يوم هذا يعني أنه نتحدث عن أقل تقدير 20 في 200، نتحدث عن أكثر من 4,000 شاحنة كانت دخلت في هذه الفترة لم تدخل، كل ما دخل ما تم إدخاله 84. يمكن من الأشياء المحزنة نحن طلبنا أكفان، يعني احنا طلبنا شاحنات بالأكفان لأنه لم يعد لدينا قماش أبيض لنكفن به شهدانا، وهذا بيعطي دلالة على أنه حتى لم يعد هناك مكان حتى في ثلاجات الموت. بالضبط أختي الكريمة، نحن حتى اللحظة أكرمنا أكثر من 150 شهيد في مقبرة جماعية نتيجة عدم المقدرة اولا على وجود اماكن في الثلاجات، عدم التعرف على هؤلاء الشهداء لانه قتلت العائله باكملها، من يستلم الشهداء الذين قتلوا باكملهم؟ فيضطر الشعب الفلسطيني ان يقوم بانشاء مقبره جمعيه لدفنهم. الحاله يعني بمثابه هولوكوست الذي ادعى عنه الاحتلال في القرن 21 بكل وقاحه. نجد العالم الغربي يدافع عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال. انا اقول لك شيء بسيط يا غزه، يعني الوضع اصعب مما اوصفه بكثير لانه لا استطيع ان اصف ما استقبله في اذني، لانه حتى الاتصال فيديو لا يستطيع ان نجريه نتيجه اصلا محدوديه الاتصال قبل ان يقطع الاتصال بشكل كامل. عندما يكون في مدرسه يعني يتم تجميع بها ما يقارب 20,000 أو 30,000، والمكان اللي يقضوا حاجتهم فقط 3-4 حمامات، يعني حتى يقضي حاجته يحتاج 6-7 ساعات في طابور طويل، حتى يسلم بعض الغذاء الذي يطهى في المكان او بعض العيش ايضا يحتاج 6-7 ساعات، يعني قضى يومه بمكمله، اما ان يذهب الى الحمام او ان يقضي بعض الاكل للاسره، فبالك عندما تكون الاسره كبيره. بالضبط عندما تكون الاسره كبيره، فهذا جزء من مأساة تحدث هذه الجريمه امام مشهد العالم قبل ان تقطع عن غزه وفي ظل صمت دولي قاتل. ده حتى ان وجد زي ما حضرتك تحدثت، ويا ريته حتى يعني قاعد في قاعد سالم حتى، او حتى يعني مطمئن لوضعه كمان دقائق، مش هنقول بقى كمان ساعه، يعني كل هذه الظروف في ظل كمان وضع، يعني احنا بنشوف اي عقل ممكن يستوعب ام بتكتب على جسد اولادها اساميهم وهم احياء عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يقدروا حتى يجتمعوا مع بعض فيه، حتى يتعرفوا عليهم، يعرفوا انه بالفعل هذا ابني، او انه البعض يتشوه بشكل كامل نتيجه القصف. طيب دكتور، حضرتك تحدثت عن انك متابع جيد لما تنقله القنوات الاسرائيليه. اخر ما نقلته القنوات الاسرائيليه عما يحدث في غزه الان؟ يعني بدايه من ليله امس كان الحديث عن بدء الحرب البريه، ثم لاحقا قالوا نحن لم نبدا الحرب البريه، ثم في تصريح غريب لناطق باسم جيش الاحتلال قال ان غزه ستشهد قصف جوي لم تشهده لا غزه ولا لبنان من قبل، وهذا القصف الجوي سيكون يغطي عمليه الاقتحام البري وجنودنا سيكونوا محميين خلال اقتحامهم لقطاع غزه. هذا يعطي دلاله انه حجم القصف اللي كان بالامس هو المرحله الثانيه من الدخول. الاعلام العبري تارة يقول بدانا الحرب البريه، تارة يقول نحن لم نبدا الحرب البريه، ولكن حقيقه الامر
أنه بدأوا الحرب البرية لكنه فشل وجدوا مصر. وجدوا شدة في المقاومة تقهقروا جزء ولكنهم هم يريدوا أن يتموضعوا في مناطق محددة في غزة. كان الأعنف في شمال غزة في منطقة بيت حنون وتمكنوا من دخول عدة أمتار لكن لم يدخلوا مئات الأمتار، وكذلك في البريج وجدوا مقاومة صلبة. هذا الأمر سيتكرر، قد يتكرر اليوم في مناطق أخرى في غزة في رفح في خان يونس، لكن هذه محاولات منه للدخول إلى عمق غزة. هو يدرك أنه في اللحظة التي سيدخل بها على عمق غزة ستبدأ المواجهة أيضا بينه وبين المقاومة في حرب طبعا شوارع. الإعلام العبري تحدث أنه تمكننا من استهداف قناصة، تمكننا من استهداف فوهات يخرج منها المقاتلين، تمكننا من ضرب مراكز التحكم بالصواريخ كما ادعى طبعا، وبالتالي كسرنا في الضربه الاولى جزء من المقاومه. هو يدعي ذلك، المقاومه ترد عليه لان ما فيش اعلام الا الاعلام العبري. صحيح. بعد ما نستطيع ان نصل له ان نحن كبدنا الاحتلال خسائر، لدينا طبعا جنود اسرى جدد، تمكننا باستخدام الكورنيت اعطاب الكثير وتفجير الكثير من الدبابات. هذا حتى هذه اللحظه لم تصلنا صور بصراحه ما يصل. لكن خلينا متفقين يا فندم انه الاعلام الاسرائيلي ما بيعززش كلامه بصور، لكن في المقابل المقاومه بتعزز هذا الكلام بفيديوهات. بالضبط، لكن حتى الان حتى الان لم يصلنا شيء منذ امس، حتى الان لم يصلنا شيء الا صوره واحده لقصف الشاطئ، وبالتالي طبعا الشاطئ اللي تحدثنا عنه منزل واحد اللي استشهد فيه 100 شهيد على الاقل، لكن تفاصيل ذلك لم نستطيع، حتى الإعلام الموجود لم يستطيع حتى اللحظة أن ينشر صور ما حدث طبعا بالأمس. قد ينشر خلال الساعات القادمة من يتمكن من تصوير ذلك، خاصة أنه أيضا الإعلام يعني شبه توقف من نقل ما يستطيع، لأنه الشبكات بالعادة شبكات مسيطر عليها إسرائيليا إلا بعض الشبكات الدولية كما أشرنا وعددها محدود الذي يعمل في غزة. طيب دكتور، أين ما تفعله قوات الاحتلال من المواثيق والأعراف الدولية؟ لا، هو الاحتلال تجاوز كل الأعراف الدولية، يعني عندما نرى مجلس الأمن يخرج عن الخدمة، عندما نرى مجلس الأمن لا يستطيع إصدار قرار لوقف هذه الحرب، قرار الجمعية العامة أمس اللي طبعا عقد تحت متحدون من أجل السلام ويحمل القرار إذا حصل على ثلثين يعني قوة قرار مجلس الأمن، فيذهب بذلك لمجلس الأمن للتنفيذ ويصبح ملزما. مجلس الأمن مشل فلا يستطيع أن يفعل شيء، هو خارج الخدمة. الاحتلال بعد طبعا قرار الجمعية العامة أمس رأيناه يهاجم الجمعية العامة ويهاجم كل المؤسسات الدولية التي شرعنا منها، ولولا قرار 181 الذي شرع عن الاحتلال، هذا الاحتلال لم يكن أصلا شرعي، حتى الانتداب البريطاني الذي جاء لفلسطين ووعد وعد بالفر بدون أن يكون له شرعية دولية، ولكن قرار التقسيم هو أعطاه هذه الشرعية، ورغم كل ذلك اللي شرعا كيانيته قرار التقسيم هو يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، لا يلتزم باتفاقية جنيف ولا يلتزم بقرارات الجمعية العامة. لدينا أكثر من 230 قرار أو 240 قرار من الجمعية العامة، لدينا أكثر من 86 قرار من مجلس الأمن، وكل ذلك يضرب بعرض الحائط. هذه دولة خارج عن القانون، وتحميها الدولة الباطشة في العالم أكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية للأسف، ورأينا أسطول الدعم العسكري المتواصل من البيت الأبيض إلى تل أبيب، رأينا من وقاحة بريطانيا التي سببت مأساتنا رئيس وزراء بريطانيا سوناك يأتي بشحنة عسكرية وهو على متنها وينزل ممتشقا أنه يعني أنا جئت لكم بسلاح لتقتل الأبرياء في غزة وأنتم سبب مأساتنا. هل هذا لأنه العالم بشكل عام الذي يدعم الشعب الفلسطيني هو عالم ضعيف لذلك يتواقع حول الناتو؟ غزة المنطقة التي لا تكاد أن ترى على خارطة العالم أصبحت دولة عظمى، نرى سفن بريطانية، سفن أمريكية، سلاح فرنسي، سلاح ألماني، كل ذلك يحارب في غزة. طائرات بالتأكيد، 3-4 ناقلات طائرات في كل ناقل عليها 90-100 طائرة موجودة في البحر المتوسط، وكأنه بالفعل الناتو يحارب غزة. هذه الإجرام وهذا الموقف من الناتو بشكل كبير جدا، وعالم صامت، يعني حتى العالم الدولي بغض النظر عن الشعوب التي تحركت، ونعتقد أن الشعوب تحركت نتيجة ما شاهدته من مشاهد رغم، يعني أمس كندا مصرة على ما قامت به من دعاية إسرائيل في اليوم الأول. الاحتلال تحدث قطعوا رقاب أطفال، بقروا بطون نساء، اغتصبوا نساء، وكل ذلك كنا نتحدهم أن يأتوا بصورة. رغم كل ذلك هذه الرواية أصبحت لاصقة في عقول قيادات في العالم الذي يدعم الاحتلال. لذلك أمس كندا في مشروعها تحدثت بنفس السياق، ودو في اجتماع مجلس الأمن أيضا تحدثوا بنفس السياق، وكأنه لا زالت هذه
أو هذه الإشاعة أصبحت راسخة في عقوله رغم تحرك الشعوب. يعني فرنسا منعت المظاهرات، خرجت الشعوب رغم عنهم، في بريطانيا خرجت الشعوب رغم عنهم، في كل العالم يعني رفع لا فرنسا تحدث. رفعوا قضية لإلغاء قرار منع المظاهرات بالضبط اللي أصدره وزير العدل الفرنسي. لكن نتحدث أنه طبعا الشعوب العربية هذا واجبها باتجاه الشعب الفلسطيني، نحن جزء من هذه الأمة، وأحلامنا أحلامهم ومستقبلنا مستقبلهم. لكن عندما يتحرك في دول الغرب بحجم هذه المظاهرات، أنا أعتقد هذا مرحلة إعادة الوعي لجماهير العالم اللي ستضغط على شعوب على قياداتها، وقيادات للأسف هي مرتهنة، حتى أوروبا كلها مرتهنة للأسف اليوم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أيمن، عقب أحداث 7 من أكتوبر، هل كان متوقع هذا رد الفعل العنيف والهمجي واللا إنساني من قبل الكيان الإسرائيلي؟ هل كان متوقع من قبل سكان قطاع غزة؟ وإيه السيناريوهات المتوقعة؟ يعني كيف تقرأ المشهد القادم في قطاع غزة؟ يعني أولا يوم 7 أكتوبر هو يوم كان يوم حاسم، يوم تاريخي بغض النظر عن حجم التضحيات اللي بندفعها حتى اللحظة. الاحتلال كان يدرك طبعا أن ما حدث بالنسبة له حدث جلل، هذه الهزيمة لا تقل عن هزيمة أكتوبر 73، وهي كانت محاكاة على فكرة صحيح لحرب أكتوبر 73، اختيار خط برليف، اجتياز خط برليف، اجتياز في جدار الفصل العنصري أو سمارت بورد. وعلى فكرة السمارت بورد هذا الموجود كان على غزة قبل أن يجتازه، هو طبعا جدار ذكي عمقه في الأرض 25 متر، عمقه فوق الأرض 10 متر، به 22 وحدة مراقبة تعمل على 24 ساعة، وحدة المراقبة تتغير كل 4 ساعات، يعني من يراقب على الشاشة يتم تغييره كل 4 ساعات، به طبعا رشاشات آلية، كل من تعمل آليا لو اقترب طبعا إلى مسافة محددة أي جسم غريب حتى لو طائر كانت تطلق عليه الرصاص، لديه طبعا انذارات مبكرة. رغم كل ذلك تمكنت مقاومة بإمكانيات بسيطة أن تهدم هذا اللي كانت تتباهى به احتلال إسرائيل على طول 52 كيلومتر غزة شرقا وشمالا يتحدث عنه وهدمه. الآن الاحتلال لا أحد يتوقع في الشعب الفلسطيني، يعني لا أحد كان يتوقع العملية بصراحة، فلا أحد كان يتوقع إجرام الاحتلال بهذه الصورة وهذه الوحشية بشكل كامل. حتى الإسرائيليين نفسهم يعني جزء منهم مصدومين من وحشية الاحتلال الآن ضد المدنيين، لأنه الآن لا يستهدف كما ادعى المقاومة والأخرى، وبالتالي كل الجرائم التي الآن تنفذ ضد شعبنا الفلسطيني هذه لا أحد كان يتوقعها بأنه بهذه البشاعة بهذه القوة بهذا الإجرام. غزة كما أشرنا تهدم بشكل كامل، غزة تدمر، الإنسان يقتل بها، وبالتالي رؤية بشكل عام الاحتلال هو أن يستمر في هذا الأمر، عسى أن يحقق ما يحلم به. يعني عندما تحدث نتنياهو أول أمس بأن هذا الحرب تحقق نبوة إشعية وتعود إلى الأصفار المختلفة، لا أريد أن أتحدث في الشق المصري لكن تعود في الأصفار المختلفة، يريد أن يعود إلى بناء إسرائيل الكبرى مرة أخرى، والرب الآن الرب يتجلى ليحارب الظلم أو النور يحارب الظلام، يعني شيء أعتقد أنه أصبح من الخرافات. ويتحدثون أنه هذا الرابط هو استعدادا لمعركة هرمجدون، يعود مرة أخرى إلى خرافات دينية في اتجاهات لا، يعني الآن في واقع بشكل طبيعي أنت تقتل أطفال، أنت تحارب من؟ تحارب أطفال وشيوخ النساء، تستدعي الجانب الديني لتستعطف من؟ الولايات المتحدة الأمريكية أم مؤيدينك من الصهيونية الدينية في العالم المنتشرين، عفوا الصهيونية المنتشرين في العالم من الإنجليين، ولا تستعطف اليهود المتدينين لديك؟ يعني الحديث عن نبوة إشعياء هو استعطاف جديد لحرب، ويريد أن يحولها لحرب دينية، في حين في كل العالم العربي نقول أنه هذا اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني. لا أرى أحد في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي، حتى منظمة التعاون الإسلامي لم تقول أن هذه حرب دينية، إلا نتنياهو مصر أن هذه حرب دينية. وهذا الأمر حتى تصريحاته رغم كل الظروف هي في النهاية لا تخدمه، يعني هو يريد أن يطيل أمد الحرب، أن يصل للحظة حاسمة يهرب من محاكمته وكل ملفاته بعيدا عن ملفات الفساد. الآن بعد هذا الأمر هو يعني انتهى سياسيا صحيح. ويدرك أنه بعد أن تضع الحرب أوزاره هو انتهى سياسيا طبعا. نحن بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شرفتنا. شكرا أخي الكريم. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر.
كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن حادث سقوط طيارة مسيرة في مدينة طابة، واللي طبعا تم تشكيل لجنة لمعرفة مصدر هذا السقوط، تم الإعلان عن نتائج التحقيقات، واللي قالت أنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن 2 طيارة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال. صحيح، وتم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، بالإضافة لسقوط الأخرى في طابة. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وفية معانا على الهاتف دلوقتي اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. صباح الخير لحضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية لو حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين توصيف سقوط أجسام وليس صاروخ، وهل ده بيكون نتيجة اعتراض لصاروخ، ولا الصاروخ بيفقد مدى ويسقط؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك، تشرح لنا هذا البيان وتشرح لنا المشهد يا فندم. صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. المشهد ده يعني نبنيه على آخر مرحلة في ما قاله هو المتحدث العسكري المصري، ولكن نعود للخلف قليل ونقول أن مصر في البداية حذرت من اتساع دائرة الصراع، وأن القهر اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني ممكن أن يولد مزيد من ردود الفعل، وقد تكون ردود فعل من خارج الدائرة. الهدفين او البقايا الصاروخين او بقايا الطائرتين المسيرتين اللي سقطوا على مقربه من طابه ومن نويبع، قيل انهم قادمان من الجنوب، يعني، وقيل جنوب البحر الاحمر. هذا الكلام يشير الى جنوب البحر الاحمر، يبعد عن هذه النقطه حوالي 3000 كيلو. فإذا كان شيء أطلق، إذا كان أطلق من جنوب البحر الأحمر وقطع مسافة تقارب 3000 أو تقل، يبقى التوجيه هنا صعب للغاية، يعني الانحراف بين طابة وبين إيلات 10 كيلو. لما أكون بأطلق هدف من مسافة قرب 3000 كيلو وانحراف 10 كيلو، ده لا يذكر. وبالتالي الاحتمال الأكبر أن هذا الإطلاق كان يستهدف جنوب إسرائيل، كان يستهدف إيلات وشمالها داخل إسرائيل. أما الانحراف البسيط ده اللي يؤدي ل 10 أو 15 كيلو لا يذكر على هذه المسافة. يعني عاوزين نلغي أن الهدفين دول مستهدفين لمصر. هذا مش وارد. واتجاه الجنوب لا يأتي منه شيء يستهدف مصر. الجنوب ده البحر الأحمر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن، جيبوتي. اليمن فيها بعض وكلاء إيران، في المنطقة. لكن لا نستطيع أن نشير بدقة على من أطلق هذا، ولكن نقول هناك احتمالات بكذا. فالهدفين دول، أول استنتاج رئيسي أنهم قادمان من الجنوب، ثاني استنتاج أنهم لا يستهدفان قادمان وأي انحراف طفيف يمين أو شمال سيقع بعيد عن الهدف، لأن إيلات في المنطقة دي منطقة ضيقة للغاية بين العقبة شرقا وطابة غربا عندنا. يعني المدى كمان ممكن اللي بينتبه اذا كان على انحراف يمينا او يسارا. طيب سياده اللواء، الصوت مش واضح، لكن كنا حابين نفهم ونفهم الساده المشاهدين اكتر عن ما هي الطائره المسيره، عشان في بعض الناس برضو بتسال يعني ايه طياره مسيره، بتحمل صاروخ، حجم الصاروخ عامل ازاي يا فندم، مدى الصاروخ ممكن يكون عامل ازاي؟ عبارة عن ما زال الصوت غير واضح يا سيادة اللواء، بس لو حضرتك تغير المكان. هل الصوت مش مسموع كويس؟ اتفضل يا فندم. تمام، حضرتك سامعني كويس؟ اه تمام يا فندم، اتفضل. انا كده بعدت عن الامتياز الكوني، حضرتك سامعني كده؟ اتفضل يا فندم، سامع حضرتك، اتفضل. الطائرة المسيرة عبارة عن مركبة بمحرك ما فيهاش طيار، يعني هي يطلق عليها غير مأهولة لأن ما فيش حد بياخدها، ولكنها توجه أرضيا باستخدام الأقمار الصناعية، يعني مثلث بين المطلق والهدف والقمر الصناعي والمركبة نفسها. ممكن تكون بكاميرات للاستطلاع، ممكن يكون محمل فيها عبوة ناسفة لما توصل للهدف وتصطدم به هتنفجر جواه وتحدث به خسائر.
هذه المركبات حجمها من أول ما يشابه الطيارة العادية الصغيرة إلى أن يصل إلى مرحلة أقل يطلق عليها الجراد، مرحلة أقل وأقل يطلق عليها الذباب، دي قد تكون بحجم الكف مرتين ثلاثة. ده شكل المركبات المسيرة بدون طيارة. الاحتمال الأكبر، الاحتمال الأكبر أنها كانت تستهدف هدف جنوب إسرائيل وانحرفت عنه شرقا أو غربا، أو لم تستطع أن تكمل إلى داخل العمق في صحراء النقب وسقطت على الحدود المصرية. الكلام ده بيحدده ما يعني ما يشابه في الشرطة يعني تقص الحقائق أو الأدلة الجنائية من شكل البقايا، من نوعيتها، قد يكون مكتوب عليها جهة إصدار، قد يكون تقارن بأشياء سابقة. طبعا يعني نشكر حضرتك اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، بنشكر حضرتك طبعا على كل هذه الإيضاحات والشرح لما حدث بالأمس، أيضا وشرح البيان العسكري. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.